مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم ولقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة. النهاردة هنبدأ كالمعتاد بعرض سريع لمحتوى هذه الحلقة، فيها أكثر من لقاء وأكثر من ضيف. فقرتنا الأولى أو فقرتنا الرئيسية هنستضيف فيها واحد من نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابقين، وواحد من أفضل المدافعين في تاريخ الكرة المصرية خلال فترة التسعينيات، ألا وهو الكابتن عمرو الحديدي. هنتكلم مع الكابتن عمرو الحديدي النهاردة عن الرؤية الخاصة بمباراتي النهائي الأفريقي، المباراة الأولى الجمعة القادمة إن شاء الله اللي هنستضيفها على ملعبنا في برج العرب، ثم الانتقال للجولة الثانية في الجمعة اللاحقة عليها إن شاء الله أو بعد أسبوع من المباراة الأولى لمواجهة الترجي في مباراة العودة على ملعبه في تونس وعلى ملعب رادس على وجه التحديد. وخلال هذه المرحلة بنبدأ مع حضراتكم النهاردة في الأهلي ليلة وفي تغطياتنا وبرامجنا المختلفة، هنبدأ سلسلة تغطيات خاصة جدا تتحدث عن البطولة الأفريقية وحلم العودة للصدارة الأفريقية والفوز باللقب وإجمالي المباراتين أو اللقاءين بين الأهلي والترجي التونسي في هذا اللقاء نهائي دوري رابطة الأبطال الأفريقي. وهتمتد هذه التغطية الخاصة وطبعا حلم وأمل العودة للمشاركة عالميا والمنافسة مرة أخرى والتقدم في سباق النادي الأكثر تتويجا على مستوى العالم. وهنتكلم كمان عن حلم العودة والمشاركة بقوة من خلال اللقب الأفريقي إن شاء الله عندما يتحقق بإذن الله بعد المباراتين القادمتين بين الأهلي والترجي، عودة النادي الأهلي للمشاركة عالميا وتقديم المستوى المعروف عنه عالميا ومشاركاته دائما بتكون قوية في كأس العالم للأندية. هنتكلم من خلال هذه التغطية عن الكثير من العوامل والعناصر المطلوب أنها تتوفر في الفترة الجاية، تركيز اللاعبين والجهاز الفني، ترك أي خلافات في الوسط جانبا، الكل بيصطف خلف الفريق اللي بيمثل الكرة المصرية والنادي الأهلي طبعا مش بيمثل نفسه فقط، بيمثل أيضا الكرة المصرية في النهائي الأفريقي، والمنطقي أن كل المحبين للنجاحات المصرية هيكونوا بيصطفوا خلف النادي الأهلي في هذه المباراة، مش بس أعضاء وجماهير النادي الأهلي اللي بطبيعة الحال هيكونوا مؤازرين لفريقهم في هذا اللقاء. أولويات النادي الأهلي في تفكير مجلس الإدارة ولجنة الكرة وكل المسؤولين في النادي في هذا التوقيت، منطقيا الكل يعلم أنه لا صوت يعلو على صوت النهائي الأفريقي والفوز باللقب إن شاء الله والعودة إن شاء الله لكأس العالم للأندية. ترتيب أولويات العمل في النادي الأهلي دائما أبدا الكل بيتكلم عن أن النادي الأهلي بيعمل بشكل مؤسسي وأنه كل مرحلة لها حساباتها والنادي بياخد خطوة وينجز شيء وينتقل لإنجاز أمر آخر أو للحديث عن الخطوة التالية. عشان كده التفكير كله هيكون منصب على إتاحة من التركيز من التركيز من فريقنا الأول دائما على مدار أجيال متعاقبة في عالم كرة القدم بتكون على قدر المسؤولية في هذه التحديات الصعبة وبالغة الأهمية. هنتكلم عن مباراة بين فريقين، فريق النادي الأهلي الند أو المنافس قوي أيضا وله تاريخه وله خبراته، فريق الترجي التونسي وله كل الاحترام وأكيد الجهاز الفني واللاعبين هيكونوا بيحسبوا كل الحسابات الخاصة بنقاط القوة في صفوف المنافس وبأوجه الضعف أو القصور اللي ممكن استغلالها قياسا على مبارياته السابقة في مشواره الأفريقي وصولا إلى اللقاءين في النهائي. هنتكلم عن كمان الجماهير ودورها. النادي الأهلي في هذا التوقيت الكل بيركز، بدأ العمل بيجري على قدم وساق وقفلوا صفحة البطولة العربية مباشرة بعد مباراة الأمس والتعادل مع الوصل الإماراتي، انتقل سريعا دون أي راحة، ومنذ قليل أو حاليا وإحنا بنتكلم مع حضراتكم بينتهي تدريب الفريق الأول. كارتيرون اجتمع المدير الفني والجهاز الفني باللاعبين قرابة 40 دقيقة قبل تمرين النهاردة، بيتكلم عن أمور كثيرة جدا نفسية وذهنية وفنية خاصة بالمرحلة اللي جاية، وبالتأكيد كمان تجاوز كل النقاط السلبية اللي قد تكون حدثت في الأداء أو رآها ووضع إيديه عليها الجهاز الفني خلال المباريات السابقة ويحاول تلافيها في اللقاءات القادمة، أنه يركز على أي قصور وجده أو استطاع أن يلاحظه خلال المباريات السابقة. هنتكلم هنعرف تفاصيل أكتر، بنتكلم كمان عن دور الجماهير ودور المشجعين. النادي الأهلي دايما حساباته مختلفة، بيقول أن جمهوره كلنا بنشوف أن جماهير النادي الأهلي هي اللاعب رقم واحد، مش كالمتعارف عليه عالميا أنه بيوصف الجماهير أو بتوصف جماهير كرة القدم بأنها اللاعب في الملاعب المختلفة اللاعب رقم 12 في كل فريق. إحنا بنقول أن جمهورنا بقدرته على إشعال حماس اللاعبين ودفعهم بقوة خلال المباريات ويخلوهم يأدوا بأفضل قدرات عندهم في الملعب، روح الفانيلا الحمراء والتفوق في اللقاء
اللقاءات الفردية الثنائية بين اللاعبين ومنافسيهم في المراكز المختلفة، أو الفريق كوحدة كاملة في الملعب بتتفوق على المنافس، بيكون للجمهور الأهلاوي دور كبير جدا. عشان كده كمان هيكون عندنا حسابات خاصة بدور الجماهير ودور المشجعين، من يرغب في مؤازرة فريقه في هذه المباراة ودوره في التسعين دقيقة، وإن ملعبنا إن شاء الله تكون مباراة الحسم هي مباراة برج العرب، هتكون فيها الفرص الأكبر، وإن احنا إن شاء الله لو استغلناها واستفدنا بيها بالشكل الأمثل وما أضعناش أي فرصة وأدينا بأفضل شكل فنيا وبدنيا وخططيا وتكتيكيا في هذه المباراة، ده هيوفر علينا حسابات وتعقيدات كثيرة جدا ممكن تكون في المباراة الثانية، وإن شاء الله نحسم من المباراة الأولى. هنرجع نكمل كلامنا ومعنا تقارير أكثر عن الجماهير ودورها وتاريخها مع النادي الأهلي وتاريخه الأفريقي، لكن خلونا نتوقف مع بعض التفاصيل ونعرف من زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي من داخل النادي الأهلي أخبار تدريبات الفريق الأول لكرة القدم. مساء الخير يا شريف. مساء النور أستاذ محمد، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. اهلا بيك، واحنا طبعا سعداء بمشاركتك ومتابعتك لاخبار وتدريبات الفريق. يا ريت تقول لنا شريف اخر المستجدات ومدى جاهزيه الفريق واهم النقاط اللي دارت النهارده خلال التدريب، وايضا حديث او المحاضره الفنيه اللي سبق التدريب اليوم. يمكن يا استاذ محمد خليني اقول لك، لا صوت جوه النادي الاهلي لا صوت يعلو او صوت مباراه الترجي التونسي النهائي الافريقي، اعلان حاله طوارئ، كلام نهائي من اول ما باب النادي لحد جوه ملعب ما حدش بيتكلم غير عن مباراه الترجي، يمكن من اول مدير النادي، مجلس اداره، مدير تنفيذي، مدير امن، كله بيتكلم عن مباراه الترجي. اعلان حاله طوارئ النهارده كان في تجمع اللاعبين الساعه 3 العصر، يمكن التمرين كان الساعه 4، ولكن اتاخر التمرين حوالي 40 دقيقه. ايه الموضوع؟ الموضوع اجتماع مع اللاعبين بقياده الجهاز الفني مستر كابتيرون وكابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكره لمدة 40 دقيقة، اتكلم فيها عن كل حاجة، نقفل الصفحة الماضية بكل ما تحمله من حلو ومر، نركز في مباراة الترجي التونسي، مباراتين الهدف منهم الحصول على بطولة افريقيا، التأهل إلى كأس العالم للأندية، ليش علاقة بالتاريخ، مش هنقول احنا حاصلين على ألقاب كم مرة، التاريخ ما بيلعبش، أو النتيجة في المحصلة في الآخر ما بتقولش مين صاحب التاريخ هو اللي ممكن يفوز ولا لأ، الجهد والعرق فقط هم فقط اللي يحسبون هذا اللقب، التركيز ثم التركيز ثم التركيز، الاحترام الشديد لمواجهة الترجي التونسي، احترام الترجي التونسي، ملناش علاقة بكلام الجماهير إن ملعب رادس هو ملعب استاد القاهرة، مفيش الكلام ده خالص، نركز إن ملعب مباراة في برج العرب ثم مباراة العودة، نركز الأول في مباراة المباراة الأولى في اسكندرية ثم نفكر بعد كده في مباراة العودة. طب مهم نسألك يا شريف قبل ما تكمل كلامك، كمان في نقطة أعتقد الجمهور أو المشاهدين هيبقوا عايزين يعرفوها منك دلوقتي، هل الحديث بمساحة زمنية طويلة جدا قبل التدريب النهاردة ما يقرب من 40 دقيقة في يعني رؤيتك ومتابعتك للفريق كان سببه إنها حسابات خاصة بالمباراتين القادمتين وإن ده النهائي الأفريقي وحلم العودة لكأس العالم للأندية فقط، أم أنها لها علاقة بحسابات الجهاز الفني عن أداء الفريق في المباريات السابقة وربما يكون لديه قدر من عدم الارتياح في الأداء في المباريات السابقة؟ بص يا أستاذ محمد، الجهاز الفني مطمئن 100%، وأنا بطمن جماهير الأهلي لسببين. بالأمس الأهلي ما ظهرش بالشكل اللي هو يليق باسم النادي الأهلي. سبب رئيسي هي مباراة الترجي التونسي، اللعيبة مركزة تركيز شديد في مباراة الترجي التونسي. اللاعبين كلهم تحدي وإصرار على عودة اللقب الأفريقي للأهلي مرة أخرى. عظيم. فظهور الأهلي مظهر لا يليق به بالأمس أو مش بالشكل اللي إحنا متعودين بيه على النادي الأهلي، عشان تركيز اللاعبين العالي جدا في مباراة الترجي. النهارده في التمرين بعد هذه المحاضرة مش عاوز أقول لك، كله بياكل النجيله معنى الكوره، كله بيموت نفسه في التمرين، كله بيتسابق عشان يخش التشكيله. يعني في روح مختلفة تماما في الاستعداد للنهائي الأفريقي. روح قوية جدا جدا جدا، لاعبي الاهلي تعهدوا مع الجهاز الفني على الحصول على اللقب، تعهدوا على كل على بذل كل الجهد، مفيش اي تاثير باذن الله الفترة القادمة، هو الهدف واحد، الهدف الحصول على بطولة افريقيا. يمكن المحاضرة كانت طويلة جدا ولكن اثرها الايجابية بدت في التمرين بكل قوة بكل قوة بكل قوة، التركيز الشديد، الالتحامات القوية جدا، يمكن مستر كابتيرون كان بيخفف من كتر الالتحامات، كان بدا يخش بنفسه ويقول اهدوا يا جماعة، الناس كلها بتتسابق على الدخول في تشكيلة مباراة الترجي التونسي، صناعة تاريخ جديد لهؤلاء اللاعبين، مجد جديد للنادي الاهلي هو الوصول الى كاس العالم، حلم الجماهير كلها تنتظره، اللاعبين ايضا بتنتظر هذا الحلم قبل الجماهير. طيب كمان مهم يا شريف نعرف منك الحاله جاهزيه الفريق من ناحيه اكتمال العناصر، مين العناصر اللي جاهزه وبتتمرن بقوه، مين اللي بياخدوا حاليا تدريبات تاهيليه وفي فرص لحقهم بالمباراه، يعني كل تفاصيل التشكيل وجاهزيه اللاعبين.
يمكن اللي كله كان متخوف من موضوع الشناوي، النهارده الشناوي هو شريف اكرامي يشاركوا في الجري حول الملعب يمكن لفتره ثم تدريبات الجيم، لكن الشناوي اعلن جاهزيته لهذه المباراه. نبدا الاول، كان في جلسه سريعه مع مستر كارتيرون مع الدكتور خالد محمود يطمئن فيها على اجاييس، ثم كابتن محمد يوسف القائم اعمال مدير الكوره مع شريف اكرامي كلم معه حوالي 3 4 دقائق في الملعب. زي ما قلت لك اكرامي والشناوي كان جري حول الملعب ثم تمرينات جيم ثم الخروج من التدريب. علي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات قويه جدا مع كابتن مصطفى كمال، يمكن ظهروا بشكل رائع جدا. يمكن مروان محسن، ميدو جابر، صلاح محسن، السوليه، محمد شريف، احمد علاء، هؤلاء اتمرنوا تمرينات خفيفه جدا واسترتشات خفيفه علشان خاطر شاركوا بالامس. يمكن احمد فتحي وكابتن ايمن اشرف وحسام عاشور اكتفوا بتدريبات في الجيم تحت اشراف الليندمان. يمكن النهارده اجاييه كان بيقوم باعمال التاهيل مع الكابتن طارق عبد العزيز، باقي اللاعبين مع الكابتن حسين عبد الدايم. هل عندك اخبار اوليه من الجهاز الطبي والجهاز الفني عن الموعد المحدد ان شاء الله لمشاركه اجاييه؟ لا ما فيش لسه لحد دلوقتي، لسه ما اعلنش. في زكه شويه في ركبته بس بدا يجري، وده حاجه مطمئنه جدا جدا جدا. يعني اجاييه الاول ما كانش كان بياخد يعني انا زملائي بيقولوا لي دلوقتي في الكنترول او في غرفه التحكم انه الاخبار اللي عندهم انه خلال 3 اسابيع ان شاء الله، خلال 20 يوم هيبدا ياخد التدريبات الجماعيه مع الفريق، وده خبر طبعا يسعد جماهيرنا انه واحد من العناصر المهمه جدا في الفريق. طب الشكل العام النهارده بتاهيله ممكن يبقى اقل من كده كمان باذن الله، ربنا يا رب كده باذن الله يرجعه، ان الاهلي محتاجه فعلا يرجع بسرعه باذن الله. يمكن باقي اللاعبين بعد تدريبات الكابتن حسين عبد الدايم معاهم تدريبات بدنيه، كان في تدريبات تخصصيه جدا بقى من مستر كارتيرون والكابتن محمد يوسف، اثنين قصاد اثنين، اثنين مدافعين وقصاد اثنين مهاجمين، وانهاء الهجمه والضغط على الخصم وتسلم والاستلام والانفراد بحارس المرمى، تدريبات تخصصيه علشان خاطر انهاء الهجمه، ازاي ما تضيعش فرص كثيره، ازاي تعرف تجيب جول. يمكن الكل شغال، الكل على قدم وساق، الكل بيتسابق لدخول تشكيله مباراه الترجي التونسي. هل تابعت خلال وجودك في النادي طبعا ومتابعتك لتدريبات الفريق اي لقاءات تمت، اي رسائل تم نقلها او يعني تقديمها للجهاز الفني واللاعبين؟ طبعا عارفين قد ايه الشكل الاحترافي لاداره الامور في النادي الاهلي، لكن بالتاكيد في الظروف الخاصه وفي المراحل الاستثنائيه اللي بتسبق مباراه بطوله زي دي ومباراه مهمه زي النهائي الافريقي، ممكن تكون في رساله محدده وصلت عن طريق لجنه الكره للاعبين، نقلها الجهاز الفني، نقلها القائم باعمال مدير الكره، لو في اي رسائل من هذا الشكل يا ريت نتعرف عليه. انا اللي اعرفه متاكد منه ان مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب طبعا رئيس مجلس الاداره وباقي المجلس والكل بيطالب الجهاز الفني واللاعبين بالحصول على بطوله افريقيا، الكل في خلف اللاعبون الحصول على بطوله افريقيا والوصول الى كاس العالم للانديه. عظيم، بشكرك جدا زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي ومتابعتك لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للنهائي الأفريقي أمام الترجي التونسي. بشكرك جدا يا شريف، وإن شاء الله نعتمد على متابعتك كمان في الأيام اللي جاية لاستعدادات وتدريبات فريقنا استعدادا لهذا اللقاء المهم. طبعا المعلومة كمان يقينا أو المعلومة الأكيدة الموجودة معنا حتى الآن أنه أجاييه تم الإعلان عن دخوله تدريبات الكرة مع الفريق خلال 3 أسابيع أو 21 يوم من الآن. ما نعرفش لسه طبعا، ده هيحدده الجهاز الطبي والجهاز الفني هو اللي هيعلنه رسميا ان كان هيبدا في هذا التوقيت المشاركه في كل التدريبات، ولا هتبقى مرحله اوليه هيبدا من خلالها التدريب بشكل تدريجي حتى يصل الى جاهزيته الكامله طبيا وبدنيا، وده هنوافي حضراتكم باخر المستجدات فيه. الروح الجميله طبعا، الرغبه والمنافسه القويه، رغبه في المنافسه والدخول بقوه في حسابات الجهاز الفني للمشاركه في هذه المباراه، منافسه شريفه بين كل نجوم الفريق زي ما قال زميلنا شريف شعبان، حتى انه تخوف كارتيرون المدير الفني من حدوث اي اصابات فقال للاعبين أو طالبهم بأن يهدأوا قليلا، وأنه التركيز ده أو الرغبة الشديدة في الفوز بالبطولة وفي المنافسة والدخول بقوة في تشكيل المباراة اللي جاية ما يؤثرش على تركيزهم حتى لا تحدث التحامات مبالغ فيها في الملعب ممكن تسبب إصابات لدى أي نجم من نجوم الفريق، نحن في حاجة بالتأكيد إلى جهودهم جميعا. هنرجع تاني سريعا نقول لحضراتكم إن العناوين الرئيسية بنتكلم إن ملعبنا ملعب هذه المباراة ومباراة الحسم إن شاء الله تكون استاد برج العرب، بنتمنى امتلاء المدرجات والمقاعد بالجماهير بالمشجعين كمان اللي بيعرفوا قد إيه يكونوا
لاعب مؤثر في الملعب ودافع ووقود حقيقي للفريق في هذه المباريات. ان شاء الله عندنا فرصه كبيره جدا اننا لو استفدنا بكل الفرص اللي هتتاح لينا خلال هذا اللقاء، والجهاز الفني عنده الخبرات واللاعبين عندهم الخبرات اللي ممكن تحسم هذا اللقاء من المباراه الاولى، وتكون المباراه الثانيه اسهل كثيرا بالحسابات ان شاء الله. خلونا هنتكلم اكتر عن الفتره اللي جايه وكل الاستعدادات، وهنوافي حضراتكم من خلال تفاصيل خاصه بهذه التغطيه يوميا على شاشه قناه الاهلي وصولا الى مباراه يوم الجمعه القادمه، وانتظارا كمان لنتيجه المباراه الثانيه والمباراه الاخيره في هذا السباق في النهائي الافريقي، وهتكون المباراه الاخيره على استاد رادس في تونس يوم الجمعه ولكن بعد القادمه. ان شاء الله نستقبل الكابتن عمرو الحديدي بعد دقائق قليله، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا، وهنتكلم عن مشواره الافريقي وعن رؤيته للكثير من الامور الخاصه بحسابات مباراه الاهلي والترجي. ولكن خلونا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير. هنبدا تقريرنا المصوره النهارده ببعض المعلومات عن تاريخ الاهلي الافريقي. اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله، وبنفكر حضراتكم ان فقرتنا التانية النهارده اللي بنتابع من خلالها كل ما يتعلق بالرياضات الاخرى بعيدا عن عالم كره القدم، معانا النهارده مع زميلي العزيز الكابتن خالد العوضي، هتكون ضيفته في الاستوديو الكابتن علياء محمود مدرب كره السله في النادي الاهلي، واخر المستجدات الخاصه باستعدادات الفريق وارتباطاته خلال هذه المرحله. فقرتنا الاولى او فقرتنا الرئيسيه زي ما قلنا لحضراتكم النهارده هنتكلم فيها باستفاضه وهنركز فيها على تاريخ الاهلي الافريقي والخبرات السابقه لنجوم حققوا نتائج اكثر من رائعه على كافه المستويات محليا وافريقيا، والخبرات هذه الخبرات كيف ننقلها للاعبين الاكثر حداثه في النادي الاهلي او الجيل الجديد اللي بيشارك، او بتكون دي ربما اول مرحله بيشارك فيها في النهائي الافريقي، وايضا بعض الرؤى الفنيه الخاصه بالمنافسه في السباق الافريقي وصولا الى لقاء الترجي. ودي بدايه التغطيه النهارده زي ما قلنا لحضراتكم لمباراه الاهلي والترجي، واللي هتستمر وتمتد مع حضراتكم على شاشه قناه الاهلي خلال الايام او طوال الفتره القادمه وصولا الى المباراه الثانيه في رادس باذن الله. معانا ومعاكم النهارده في الاهلي الليله نجم النادي الاهلي، واحد من افضل المدافعين في التسعينيات وفي تاريخ النادي الاهلي والكره المصريه، وحقق نتائج اكثر من رائعه مع زملائه، ومشاركاته كانت مؤثره ومجديه سواء مع منتخب مصر او مع الفريق الاول للنادي الاهلي، الكابتن عمرو الحديدي. مساء الخير يا كابتن عمرو. مساء النور، سعداء بوجودك معانا النهارده في الاهلي. ربنا يخليك، ربنا يكرمك. شكرا كابتن عمرو. سريعا بنتكلم عن تاريخ الاهلي الافريقي، ومن المفارقات انه كانت مجموعة جديدة من النجوم منهم اللاعب عمرو الحديدي في هذا الوقت تنضم للنادي الأهلي، كانت أول بطولة يحققها مع الفريق نظرا للوقت اللي انتقلوا فيه للأهلي، كانت بطولة الأهلي الأفريقية الأندية أبطال الكؤوس 93. ذكرياتك عن أول بطولة حققتها مع الفريق. هو في الوقت دوت كان النادي الأهلي في الفترة اللي كان فيها مستر مايكل إيفرتون وجه كابتن أنور سلامة عمل تجديد شامل لفرقة النادي الأهلي، فكانت في مجموعة كبيرة قوي. كان تملي النادي الأهلي يقول لك النادي الأهلي ونادي الزمالك بيدوروا على فريق الاحلام. النادي الاهلي ساعتها جاب الكابتن حسام وكابتن ابراهيم من نيوشاتل وكابتن ياسر ريان الله يرحمه وكابتن احمد فهمي وانا وجمال السيد وابو الدهب. كنا مجموعه، وطبعا كابتن رضا عبد العال كان ساعتها، وكان في تعاقد مع فيليكس الفتره دي او قبلها بعد بعد البطوله دي على طول. جه فيليكس على طول لما كابتن طارق الله يرحمه كلم الكابتن شوبير ان هو يجيب احمد فيليكس، ان احنا كنا موجودين هناك في الوقت ده. في الوقت ده احنا كنا، شوف يعني كان في موقف غريب يا استاذ محمد، انا طول البطوله انا ما لعبتش. جه الماتش اللي قبل النهائي كنا بنلعب فرقه في نيجيريا واتفرجت عادي زي اي حد، ولكن بعد كده شويه لقيت مستر هاريس بيكلم الكابتن شطه والكابتن شوقي بيقول انت اللي هتلعب الماتش، احنا بنلعب طول 8 ماتشات من الدوري بنلعب 4-4-2 بس. اما رحنا هناك قعدنا قبل المباراه بثلاث ايام كانوا بيشغلوا لنا الماتش اللي احنا خسرنا فيه 3-0 فرقه النادي الاهلي هناك، فكان كل الكلام ان احنا نلعب ب3-5-2، ان عندهم اتنين فراوده كويسين قوي. فالخواجه دخل قال لي انت هتلعب الماتش ده، فقعد معايا الكابتن علي عبد الصادق والكابتن جمال السيد وقعدنا اتكلمنا ان هم مميزين في العاب الهواء. هو الماتش ده اللي اطلق عليه جماهير النادي الاهلي عمرو الحديدي ملك العالي. هي هنا كان يعني انت بتحلم، انا هتكلم انا جاي من المحله بحلم ان انا ارفع كاس او دوري مع النادي الاهلي، واول بطوله كانت وانتقالك لسه جديد ففي رهبه للمشاركه مع الاهلي في النهائي، مش دوري عام تاخد خبره خطوه وبعد كده كاس خطوه، لا انت بتلعب اول بطوله ليك بطوله افريقيا. فكانت حلم بالنسبه لنا كلنا، كل الموجودين كان حلم لاسم النادي الاهلي، لاعاده البطوله تاني للقلعه الحمراء،
انجاز للعيبه، انجاز شخصي باسم عمرو الحديدي. اتعاملتوا لان دي خبره بننقلها دلوقتي للجيل الجديد اللي موجود مع الفريق او اللي هيشارك في النهائي لاول مره كابتن عمرو، فعملتوا مع المباراه دي ازاي؟ ايه العوامل او الاسلحه المهمه كرويا اللي كانت معاكم وانتوا بتلعبوا على ملعب المنافس وفريق بالظروف الفنيه والبدنيه القويه جدا زي افريكا سبورت في 93؟ احنا في الوقت دوت كان الكابتن مستر هاريس كان بيوجه الكلام للكابتن شوقي وكابتن شطه ان احنا نبقى ملتزمين قوي ان احنا ما نخسرش هناك، ان طبيعي كان كل الماتشات اللي قبلها في بطوله افريقيا الاهلي بيلعب هنا الاول وبعدين يروح هناك، لا كانت فيها يعني تغيير شويه، بدانا 90 دقيقه هنا الاول وبعدين لا بدانا 90 دقيقه هناك ثم لعبنا هنا الناس. فعايزين بس ما تخسروش هناك بالظبط، احنا كنا عايزين نخرج يعني التعادل بالنسبه لنا مكسب، فكان كل الخطه وكل المحاضره اللي قالها مستر هاريس ان احنا نبقى مركزين كويس قوي. كان في محاضره داخليه بقى مع كابتن شوبير وكابتن علاء عبد الصادق ان انا ما اخرجش بره الصندوق عشان هم مميزين في العاب الهواء، عندهم حاجه كده بتاعت متر 94 انا اللي همسكه. فكان الكابتن ابراهيم حسن يقول لي انت العب حر على الكوره، كابتن ابراهيم وكابتن علاء عبد الصادق إيه انت ما تمسكش حد، العب على الكوره بس، يعني الكوره بتبقى من اي اتجاه انا بتعامل معاها. فيمكن كانت مفاجأة بالنسبة لنا واحنا بنسخن المواقف السحر اللي احنا شفناها والشعوذة والحاجات دي، كان الكابتن علاء بيهديني عادي المشكلة وما تقلقش والماتش هتخش في أجواءه، كل المدرجات لابسة أحمر كانوا يعني شبه عناد. وأول ما بدأنا خلاص دخلت في الأجواء سديت ودانك عن كل اللي بيدور حواليك، أول 25 دقيقة امتلكنا زمام الملعب ثم فاجئنا محمد عبد الجليل بهدف، خلاص انت حسيت كده انك انت خدت الثقه في الملعب، خلاص انت خلاص انت بقى بالنسبه لك موضوع عادي بقى. وصلنا لغايه اخر دقيقه من التحامات شديده ما بيننا وما بينهم لغايه اما جابوا جون يمكن في دقيقه 89 90 احنا اطمنا ان احنا خلاص نص المشهد انتهى وهنيجي نمثل النص، والحسابات هتبقى بالنسبه لكم افضل تعادل ايجابي خارج ملعبكم، هنيجي نمثل بقى النص الثاني في مصر وفي جماهير وما كانش في اي مشاكل، هنيجي نعمل مشهد عالمي يخص جماهير النادي الاهلي واسم النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. فعلا ده اللي حصل، المستر هاريس احنا اصرنا ان احنا ما نباتش ورجعنا مع كابتن طارق الله يرحمه، وقعدنا في مصر يوم والتاني وعملنا معسكر في احد الفنادق بالقاهره وعسكرنا قبل الميعاد باربع ايام، وكانت مفاجاه بالنسبه لنا في المحاضره اما الخواجه قال لنا ايه هو نفس التشكيل هبدا بيه، ما كانش في تغيير حاجه، نفس طريقه اللعب هو ولا هتبقوا ضاغطين شويه اكتر؟ لا لا لا، قال لك بالظبط انت هتخش اول ربع ساعه اضغط بكل قوتك، انت بتتفرج على اصعب من المشهد بتاع اسك ان احنا افريكا سبور اسف في مصر، كل الجماهير دي عايزه تفرح ببطوله افريقيا في استاد القاهره، انت بقى اعصابك وانت بتسخن ده موقف جديد عليك. وبعدين شبه الموقف اللي احنا فيه للعيبه فيه في الفصل بالظبط، وهم مفاجئنا هم لبسوا احمر وهم بيشوفوا الباسبورات الحكام فاحنا اضطرينا نلبس اخضر، فكانت بالنسبه لنا بقى ايه لا انت جاي بتفسد علينا الامور النفسيه وفرحتنا، لا كسبنا بالهدف المونديالي الكابتن عادل عبد الرحمن وكسبنا 1-0 وكانت مفاجاه بالنسبه لنا، ويمكن الحكم قعد لغايه الدقيقه 57 الواحد عايش في قلق لغايه اما كسبنا، وكان حلم بقى ان احنا نطلع نشيل كاس افريقيا. طيب هنتكلم عن التفاصيل دي او لو الوقت اسعفنا في نهايه اللقاء يا كابتن عمرو هنرجع بالذاكره لذكريات نجاحات كبيره حققتها مع جيلك وزملائك، بس خلينا نتكلم شويه بقى عن الظروف الخاصه بالنهائي الافريقي. اولا شايف ازاي الاستعداد للمباراه، موازين القوه، الاهلي هيواجه فريق وخصم منافس عنيد كمان الترجي عنده تاريخه وخبراته، شايف المباراه دي ازاي؟ بص يا استاذ محمد انا يعني هخرج بره الموضوع بكلمه صغيره، الناس بتبص لمباراه امبارح، مباراه امبارح دي مجرد هي بروفا للنادي الاهلي بطمن فيها على لعيبتي، بعد كده القادم طوفان، يعني انا دي بطوله فاضل لها 3 ايام بتبدا ب 90 دقيقه يوم الجمعه وبتنتهي ب 90 دقيقه في تونس، دي المباراه اللي كنت بتتكلم عنها يا كابتن عمرو، ده النهائي في القاهره 93. احنا بنتكلم يمكن انا كنت بسمع كابتن محمد يوسف الفترة دي كل لاعب النادي الاهلي يقدر يعمل لنفسه تاريخ من الجيل الجديد اللي دي اول بطولة بالنسبة له، يعني مثلا احمد علاء، ايمن اشرف، كولوبالي هنتكلم عشان هو في النادي الاهلي، الشناوي ربنا يشفيه ويعافيه، هشام محمد، اسلام محارب، صلاح محسن،
مروان، ميدو جابر، اللعيب المجموعه الصاعده زي محمد شريف، يعني كل الاسماء دي القائمه الافريقيه طبعا. انا موجود في ناديه بس هنحسبها ان كل المجموعه دي اسمها حتى لو مش موجود في القائمه الافريقيه خدت كاس افريقيا مع النادي الاهلي. مجموعه الاسماء دي النادي الاهلي يا استاذ محمد مجموعه وليست فرد، مجموعه منقسمه لثلاث فروع: مجلس اداره، جهاز فني، لعيبه. واهم نقطه هو الطموح والنجاح والروح هي جماهير النادي الاهلي. يعني بتقول النهارده او بتاكد حتى كحافز لكل اللاعبين انه النجاح في الموسم ده بينسب لكل المجموعه اللي بتلعب باسم النادي الاهلي، حتى اللي خارج التشكيل الافريقي، حتى اللي مش في القائمه الافريقيه. هنقولها بشكل واضح اكتر، جميع اللي موجودين في القائمه هم حاملين كاس افريقيا. اللي موجودين، لا احنا بنتكلم ال 30 او ال 25 موجودين في القائمه، هم موجودين مع النادي الاهلي. في ما تأيدوش افريقيا اتحسب لهم في التاريخ ان الجيل ده، انا جيلي ده خدنا بطوله افريقيا، خلاص خدوا حتى لو هو ما كانش متسجل في القائمه اتحسب ليه نفسيا. اتعود يعني ايه بطوله. بتقول لهم ايه المجموعه دي، الروح اللي محتاجين يتحلوا بيها خلال المرحله دي، المجموعه الجديده اللي بنتكلم عنها، حتى الشباب الصاعد اللي زي ما بنقول امثله وبعدين بنتذكر على الفور واحنا بنذكر اسمائهم وعناصر واعده جدا زي محمد شريف واسماء اخرى لكن مش في القائمه الافريقيه، دورهم ايه مع زملائهم حتى لو هم بيتمرنوا معاهم دلوقتي، بيشاركوا معاهم في التقسيمه، في التاكتكس، في الشغل الخططي، لكن عارفين ان هم بره حسابات القائمه والمباراه، دورهم ايه مع الفريق؟ من الجهه من العامل النفسي انا بأزر زمايلي وبقف جنبهم وبكلم وبشجع حسب المكان اللي انا فيه، بأيد الكلام ده. نمره اتنين، اللي موجودين من ابناء النادي الاهلي وطلعوا اعاره ورجعوا تاني النادي الاهلي، انت متعود على النادي الاهلي نادي بطولات، احنا اتعلمنا كده، اتعلمنا في النادي الاهلي مدرسه غير اللي اتعلمنا فيها في اي حته تانية. اللي موجود في النادي الاهلي بيعمل نفس، بيصنع نفسه تاريخ. النادي الاهلي تاريخ لوحده، بيصنع لنفسه تاريخ، تاريخ بقى مؤازنة نفسية، كلامية، أوفر له كل سبل الراحة إن أنا هبقى موجود معاه في المباراة، أنا ما شاركتش، موجود معاه في المدرجات، موجود معاه بالإحساس، موجود معاه عن طريق الهاتف والتليفون، هقول له أي جملة أرفع من روحه المعنوية إن أنا الزميل أو المنافس أو السبير اللي موجود من وجهة نظر أي لاعب، أنا جنبك، أنت هتعمل تاريخ لينا ولنفسك والاسم النادي الأهلي. يمكن كنت بتكلم معاك قبل ما اطلع الهواء بقول لك في لعيبه شفتها امبارح، كنت اول مره اتفرج على احمد علاء. انا اهو من خلال قناه النادي الاهلي بقول ان الراجل ده سرد باك مش هيكمل سنه. كنت بتقول كده قبل ما نبدا اللقاء، احسن سرد باك في مصر احمد علاء. ليه؟ متوسم فيه القدرات دي ليه؟ ليه؟ بيجيد العاب الهواء، ما بيخافش، قوي، الالتحامات على اعلى مستوى، الارتقاء والتكف والتوقيت هايل. اللي هيفرق ماتشات، ماتشات، ياخد ماتشات بس. زي ما ايمن اشرف، احمد علاء اتظلم اعلاميا او جماهيريا بدرجه ما امبارح. انا مبسوط. ليه؟ ما تكبرنيش قوي، مش هتاخد مني حاجه. لا خليني زي ما انا، وبعدين انا اللي اعمل المفاجاه، انا اللي افجر المفاجاه بامكانياتي. ما بتفضلش اللعيب اللي يتولد يقال عنه انه اتولد نجم لانه ممكن حاجة يؤثر عليه بشكل سلبي. صلاح محسن اغلى لعيب في مصر ومن احسن لعيبه في مصر. انا لعبت وانا ماسك مدير فني نادي الجيش، كان بيلعب قدامي وعندي لعيبتي. مع الوقت ابتدى يتأقلم وماشي تقيم بشيء، وتوب النادي الأهلي شيء تاني خالص. ابتدى يخش محمد شريف، توب وادي دجلة حاجة، وهرم اسمه النادي الأهلي حاجة تانية. مع الوقت الموضوع سهل، بس احنا بنقول ايه، بنخش بسرعة، ما بناخدش وقت طويل وبعد كده يحصل اجتماع لجنة الكورة ابقى متواجد او مش متواجد. لا اعتقد ان اللعيبة دي في مكان، انا هقولها بالبلدي، امل اسمه النادي الاهلي. لو ينفع نرجع احنا جيلنا نلعب في الوقت ده، انا عندي استعداد اعمل اي حاجه في الدنيا دي. النادي الاهلي ده حاجه علم كل واحد فينا اسم، كيان، طموح، سمعة. مرحلة تانية كانت في حياتك كابتن عمرو، يعني مع انك كان اسمك خلاص بدأت تبقى علامة في الدوري وكل الناس بتتكلم عنك ومفاوضات قبل ما تنتقل الأهلي من أكتر من نادي وبقت الصحافة خلاص في مجموعة ساعات بيتألقوا في أندية مختلفة بيلفتوا نظر أندية القمة والإعلام الرياضي، لكن كانت نقلة بالنسبة لك مختلفة خالص في الأهلي. أمنية حياتي ألبس في النادي الأهلي، أمنية حياتي 16 مباراة قاعد احتياطي بتفرج على الكشف محطوط في الغرفة، أنا مش موجود، وأما جت ما سبتهاش. كان الله يديله ألف صحة دكتور علاء شاكر، قال لما هتجي لك محدش هيرحمك، يا تمسك فيها يا تمسك في الفرصه يا راحل، يا تمسك في بوابه ثانيه وانت ماشي خلاص. وهي ده حصلت فعلا، ما فيش الخواجه غير الطريقه،
ألان وجودي ألان هاريس 4-4-2 مصمم غير التاريخ، لعبنا 3-5-2 بعد كده جه مستر هولمان بقى خلاص بقت علامه. يعني اما الراجل يبقى قبل ما يمشي يقول لي انا لن اتخيل دفاع النادي الاهلي من غير عمرو الحديدي، كنت انا ومشير حنفي. ده هولمان اللي قال كده؟ لا مستر هاريس. اخر اربع ماتشات لعبت انا ومشير جنب بعض بالتبادل، كابتن هادي ليبرو. قصدك بدا ب 4-4-2 اول ما جه ألان هاريس جه بدا بالطريقه الانجليزي على طول، كابتن جمال، كابتن علاء عبد الصادق، كابتن ابراهيم حسن، كابتن محمد يوسف. مفيش يعني احنا كنا اول مره نعرف يعني ايه وسع للفيرود ما يخرجش بره دخله من جوه ازاي. اسمع الكلام، بعد 10-15 سنه 20 سنه احنا بنشوف دلوقتي ده بيحصل في الدوري المصري، ان انا بقفل بره بفتح له جوه وبنتقابل بطريقه ميل معينه. يعني شوف احنا عارفين ده من 93 وكنتوا مستغربين ده جدا وقتها، مستغربين الحاجه اللي كنتوا معتادين عليها. احنا متعودين ان احنا بنقول ايه، ان انا السرد باك هلعب مان اللي خرج الفيرود بره واخرج الفيرود بره. غير الفكر مستر هولمان وقال لك السرد باك يزيد من ورا الباك رايت ويزيد ويعمل شغل والباك رايت يقف مكان مستر هاريس. هولمان كمل بعد كده عمل معاكم برضه كل واحد مدرسه جد. مدرسه انجليزيه متطوره في الكوره كلها، اكتر منها الكوره العاليه هي الكوره القوه والالتزام واللعب الجماعي. احنا شفنا مع الانجليز احنا متعودين على القوه، لا كوره يشملها قوه مش العكس. هولمان كان مدرسه مختلفه، غير انه الماني طبعا مش انجليزي، بس كان مدرسه كرة. غزاره اهداف يعني كان يكسب خمسه يقولون انت بيدخل فيك ثلاث اجوان يقولون بس بكسب خمسه. هو كان يعني يهمه بيحرز اهداف قد ايه. كلمته محمد واحنا خارجين من المحاضره ماسك مفاتيح، انا هقعد ابص في الساعه ربع ساعه انتوا ما حققتوش، نلاقي المفاتيح اترمت ويشوح لمستر محسن طنطاوي انا زعلان انا دي امكانياتكم، اعمل نص اللي بتعمله في التدريبه ما اعتقدش ان في فرقه تقف قدامك. كان دي كلمته في المحاضره. كنتوا بتكسبوا بسكور، كنتوا معدل احراز الاهداف عالي جدا. جت فتره كابتن شوبير عمل معانا اجتماع في الغرفه وقال لنا هيوصل بينا المباراه رقم 18 وشبكتي لم يتم احراز هدف فيها، لان الاهلي كان ضاغط جدا على المنافسين. احنا وصلنا للمباراه 18 وحصل ان مستر هولمان طلب تبديل الكابتن شوبير عشان يطمئن عليه وينزل تبان سوتو، دخل فينا الهدف في مباراه المحله، وكان بعد ما الكابتن شوبير 18 مباراه شبكه عذراء لم يتم فيها اي هدف. طيب هنتكلم عن، احنا بنحاول بس نمزج بين الماضي والحاضر ونستفيد من خبراتك وخبرات جيلك اللي حقق بطولات كتير، ويعني نقيس عليها المناسب طبعا لحساباتنا بالنسبه للمباراتين القادمتين. كابتن عمرو، الحسابات الخاصه بالاعلام، الضغط الجماهيري، الصخب اللي بيبقى مصاحب للحساسيه الجماهيريه مع بعض المنافسين، السوشيال ميديا، الشغل الخاص بقى بحسابات المنافسه في الفتره دي، شايفها ازاي؟ وهل اللاعبين عندهم الخبرات والجهاز الفني اللي تقدر تخليهم في قمه تركيزهم، ولا ممكن يتاثروا سلبا لو انشغلوا بامور بعيده عن كره القدم؟ لا ده مش في النادي الاهلي. مجرد المباراه اللي فاتت بتاعت امبارح خلصت خلاص، النادي الاهلي قفل الصفحه بيفتح صفحه افريقيا دلوقتي. اعتقد النادي الاهلي كتاب مفتوح لتونس وتونس كتاب مفتوح للنادي الاهلي. ترجي مش دي اول مره نلعب ضدها، بس في نفس الوقت مختلفه شويه. انا بلعب نهائي، نهائي من مشهدين، جزء في مصر وجزء في تونس. النادي الاهلي عارف هو عايز ياخد ايه من المباراه كويس قوي، وباذن الله باذن الله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى هينهي المباراه من مصر. تتمنى المباراه دي يبقى السيناريو او الشكل فيها ايه؟ لان في سيناريوهين، ناس بتقول الاهلي قادر على الحسم حتى في رادس، وان المباراه عباره عن شوطين، شوط في مصر وشوط في تونس، وناس بتقول لا الفرصه لبرج العرب ما بتتعوضش. انا هعتبر انا بره جماهير النادي الاهلي، هقول ان انا واحد بتفرج عادي. النادي الاهلي بينهي بنسبه 70% في مصر، وال 30% انا مش كل مره هقول ان انا هناك صفاقس هقدر اكسب ايام مستر مانويل، مش هيتكرر نفس السيناريو كل مره، كابتن حسام هكسب هناك مش كل مره. بس ال 30% النادي الاهلي اما بيتحط تحت ضغط، احسن نادي من وجهه نظر في العالم اما بيتحط تحت ضغط بيوصل بالبر الامان بجماهيره بلاعيبته بمجلس ادارته بجهازه الفني بسهوله جدا. النادي الاهلي لو كسب اعتقد هو عارف ياخد ايه من هناك، هيرفع كاس افريقيا في تونس. لو راح المباراه دي مرتاح بالحسابات، لو راح وهو بدا الحسم او حسم بنسبه كبيره من هنا في برج العرب، ده السيناريو اللي تتمناه يا كابتن عمرو؟ بس هقول برضو ان النادي الاهلي لو كسب هنا ايا كانت النتيجه، النادي الاهلي صعب قوي يخش في جون. ما تبصوش لمباراه امبارح، ما تقيس المباراه دي. الخواجه كان بيعمل كشف طبي، مستر كاردينو بيعمل كشف طبي يعود اللعيبه على ده، يطمن على الشناوي وما جازفش بيه. الجزء اللي كان فيه شريف هايل، ايمن اشرف بيلعب في مكانين سيرد باك وباك ليفت، احمد فتحي
حسام والسوليه بقى لهم كتير ما بيلعبوش جنب بعض، دخل هشام محمد، مروان محسن خلاص بقى يعني هقول لك على حاجه بسيطه قوي تريحنا من الكلام ده. النادي الاهلي 94 دقيقه في الشوط الثاني، ال 45 بتاع الشوط الثاني، في 40 ثانيه جاب جول، في 40 ثانيه، ال 40 ثانيه الاضافيه اللي بعد الاربع دقائق اداهم الحكم الاهلي يجيب جول. الاهلي يقدر يعمل صانع المعجزات، يقدر يعمل حاجات كتير، ساحر. ايه هو بقى؟ دي امكانيات لعيبته، يعني لعيبته عندها استعداد تقدر تسهل كل حاجه على الجماهير اللي نفسها تفرح. بس طيب هنتكلم كمان عن دور الجماهير وذكرياتك عن الجماهير وتاثيرها عليكم في الملعب في المباريات المصيريه او مباريات البطوله يا كابتن عمرو، بس خلينا نتكلم شويه عن بعض الامور الاخرى. هل الفريق جاهز رغم غياب بعض العناصر زي اجايه؟ في ناس بتقول الاهلي دايما بمن حضر وان اللاعبين كلهم على قدر المسؤوليه وان كل من يرتدي تيشرت النادي الاهلي في اي مباراه رسميه هو على قدر المسؤوليه ويقدر يشيل المسؤوليه. تقول للجماهير ايه عنده؟ نقدر نقول اللي هيشارك مين اللي غايب؟ نقدر نقول ان لعيبه النادي الاهلي كلها لو لاعب واحد هو ال11 فانيلا يقدر يعمل كل اللي هو عايزه. النادي الاهلي ما عندوش سيستم اسمه ال11 لاعب لن يتم تغييره. اي واحد بيرتدي الفانيلا الحمراء وبيكون ستاند باي لدخول المعركه والجبهه جاهز ومتعود وشاف وحاسس يعني ايه كيان اسمه النادي الاهلي. اللعيبه اللي موجوده كلها لعبت، كلها لعبت بلا استثناء، كلها شاركت. حراس مرمى الاهلي الثلاثه موجودين، الشريف والشناوي وعلي لطفي، الثلاثه لعبوا. احمد فتحي ومحمد هاني، صبر الرحيل، علي معلول، ايمن اشرف، مفيش حد ما لعبش، مفيش حد ما سمعتش اسمه. باستثناء المصابين. سعد ورامي، عمرو رجع، حسام عاشور الجندي المجهول، محمد شريف، مروان، صلاح محسن، اسلام محارب، عشان ما انساش حد، ميدو جابر، مفيش حد ناقص، مفيش حد ما لعبش، مفيش حد ما شاركش، مفيش حد ما حسش يعني ايه بطوله. كل دول بيعملوا تاريخ لنفسهم. وليد سليمان اللي بيعد طبعا الكارت الورقه الرابحه في الفتره الاخيره للجماهير. لا انا مش عايز اقول على وليد كده، عايز اقول وليد ايه؟ هو ده وليد سليمان، هو ده حلال العقد، هو ده اللغز اللي بيعلي كفه النادي الاهلي. بس في نفس الوقت نقول له ايه؟ ربنا يكرمه، يبعد عن الاصابه، يقي شر الاصابات ويبقى على نفس مستواه في الفتره اللي جايه. انه وليد عنده روح حتى بالمهاره والاداء ده بتبقى ظاهره قوي للناس، ان هو غيور وغيرته بيدوس على نفسه في الملعب، روحه القتاليه عاليه قوي، مهم قوي. رغم ان ساعات بتبقى دي مشكله اللاعب المهاري ان روحه القتاليه او ما بيبقاش فايتر عشان هو مهاري او ستايله عالي، وليد عنده الجانبين. دي يا استاذ محمد النضاره اللي يشوفها الصغير في امكانيات الكبير، دي الميكروسكوب اللي انا ببص. ده قدوه للاعبين الاصغر منه طبعا. شريف والشناوي واحمد فتحي وحسام عاشور، كل اصحاب الخبره. انا هتكلم الكبار، مش معنى كبار ان هم كبار سنا، كبار امكانياتا، عقلا، اسلوبا، توجيها. النادي الاهلي ما عندوش اولاده روح العجرفه والتشويح لا لا لا، ما فيش الكلام ده. اللي موجودين او انا عن نفسي اما دخلت النادي الاهلي انت داخل بيتك، ما فيش حاجه غريبه. كاب شوبير كان بياخدنا، انت كنت بتشوفه بس في التلفزيون، كنت بتتفرج عليه، فجاه لعبت جنبه واحتضنك وقربك وجابك حاجات كتير قوي. اعتقد دي حمد يوسف وسامي امصان ومصطفى كمان ما احتفظنا بالارقاب يقدروا يوصلوا ده، ان كل دول لعبوا. سامي لعب ومصطفى كمان لعب. طيب طريقه التعامل مع المباراه الاولى ان شاء الله في برج العرب يا كابتن عمرو، هقول لك بمنتهى الصراحه جماهيرنا كانت بتقول ايه في الشارع الكروي او الرياضي بعد مباراه وفاق سطيف. الناس كانت مبسوطة بالفوز هنا في المباراة الأولى بهدفين نظيفين، لكن الناس بتقول الأهلي كان عنده فرصة يخلص الماتش الأولاني 4 أو 5-0 وأتيحت له فرص كثيرة جدا. هل إحنا محتاجين نستثمر بقى مباراة الترجي هنا بشكل أفضل شوية وما نضيعش فرص أو لا نهدر أي فرصة حقيقية عشان ممكن نروح فارق مباراة كويسة قوي؟ مباراة الجزائر هي كارت النادي الأهلي شاف فيه العيوب اللي مش هتتكرر. مباراة الوصل هي نقطة خلي بالك افوق قبل فوات الامان، قبل فوات الاوان. مباراه تونس او الترجي مش هيحصل فيها الكلام ده خالص، لا لا لا، تركيز بيبقى بدرجه ثانيه، تركيز بيبقى 300%. ويعني انا ما بفكرش غير في المكسب ومش هبص المباراه اللي هناك، انا هلعب هنا 180 دقيقه وهلعب هناك 180 دقيقه. احنا بنسميها كده 2 في 1.
انا العب هنا ال 90 دقيقه هي اللي هتخلص المباراه. مش كل مره هقول انا كسبت 2-0 وهقفل ولو مش وضيعت اهداف كتيره فهناك هعوض، لا ما فيش الكلام ده. اعتقد المباراه نهائيه مش محتاجه جدل، مش محتاجه مقارنات. كنتوا ايامك يا كابتن عمرو ما كنتوا في الملعب، كان الاجهزه الفنيه في اي مباراه نهائي سواء محليه او افريقيه كان الجهاز بيقول لكم ان نص فرصه تيجي جون بقى ما نضيعش اي فرص للتهديف، ان لازم يبقى التركيز اعلى من العادي؟ كان الكلام العرف في الكوره كان يقول لك احتفظ بالبونت اللي في جيبك. انت قبل ما تنزل المباراه معاك بونت في جيبك ما تفقدوش. هيجي المكسب ان شاء الله بتشجيع الجماهير، بالاستاد يبقى على اعلى مستوى يليق باسم النادي الاهلي. اللي انت حضرتك بتقوله دلوقتي مباراه تونس والجهاز الفني، الجهاز الفني بيقول كلام على سبوره، بيقول محاضره، احنا اللي بننفذ، احنا المحاضره الثانيه، احنا شطرنج بفكر والتنفيذ بعقل. ده فكر، العقل بقى اللي بيفكر فين؟ احنا الدبابه اللي بتخبط، احنا الطياره اللي بتضرب، احنا الحرب اللي بنقولها مش بمعنى مسمى حرب، لا احنا بنقول ايه؟ حرب لنجاح النادي الاهلي للبطوله رقم 9، كاس عالم للانديه في الامارات، في مصر هنعتبرها، في مصر جماهير هتشوفها مش هتشوفها في اي دوله تانية، صناعه مجد شخصي وتاريخ لكل لاعب كمان بعد النجاح للاسم الكبير النادي الاهلي. مجرد ان بطوله افريقيا وصلت النادي الاهلي هتلاقي البطوله العربيه بقت سهله، هتلاقي الدوري العام بقى سهل، هتلاقي كاس مصر بقى سهل. مجموعه حاجات اولها الخطوه الاولى هي دي اكبر بطوله، هتبقى هي ان شاء الله اول بطوله للفريق النادي الاهلي وتتبعها بقى البطولات التانية مع مشهد لمجموعه فصول يبدا بالترجي التونسي. طيب هنشوف معاك يا كابتن عمرو، نتابع معاك ومع مشاهدينا هذا التقرير سريعا، راي بعض اعضاء النادي الاهلي في البطوله الافريقيه او السباق الافريقي، ونعود لاستكمال الحوار. ان شاء الله توقعاتنا ان شاء الله هنا 3-0 بامر الله، وتوقعت هناك ان شاء الله هناخد البطوله بامر الله تعالى، وان شاء الله نوصل لبطوله العالم الانديه بامر الله تعالى. ان شاء الله ان شاء الله الاهلي هيكسب 2-0 الترجي التونسي، وان شاء الله يعني الاهلي في عهد الخطيب ما شاء الله تبارك الله، يعني احنا بنكسب ماتشات كبيره وماشيين كويس قوي. باذن الله ان شاء الله يا رب باذن الله يكون 1-0 للاهلي بامر الله، وده اتوقع ان شاء الله خير يعني، وده اللي متوقعينه من الاهلي ومن رجاله الاهلي بامر الله. الحلم طبعا حلم مشروع واحنا حققناه كتير. توقعاتي ان شاء الله هنكسب 3-0 هنا ونخسر 1-0 هناك. ان شاء الله الاهلي يكسب 2-1 باذن الله. ان شاء الله طبعا الاهلي هيعمل حاجه كويسه جدا، وانا متوقع باذن الله يعني الماتش هيخلص 3-1 يعني ان شاء الله للاهلي يعني باذن الله. 2-1 ان شاء الله. الاهلي ان شاء الله افريقيا اهلاويه ان شاء الله ان شاء الله، واللقاء الذهاب هنكسب فيه 3-0، وهناك ان شاء الله هنكسب برده 1-0، وراديس دايما وشها حلو على الاهلي، وان شاء الله افريقيا اهلاويه ان شاء الله. الماتش هيبقى في ارضنا وسط جمهورنا، فهنسجل نتيجه كويسه عشان نروح هناك مطمئنين وسط جمهورهم، بالذات ضغط جماهير الترجي التونسي وحضورهم بكثافه في الماتش دوت. ان شاء الله يعني الاهلي يتعادل هناك على الاقل 1-1 ويحقق نتيجه كويسه قوي ان شاء الله في برج العرب. ان شاء الله الاهلي يكسب ويكسب 3-0 ان شاء الله. تفاؤل كبير جدا وروح ايجابيه بين جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي، وان شاء الله تنعكس كمان على الفريق وعلى ادائه ونتيجه المباراه الاولى في استاد برج العرب يوم الجمعه القادمه ان شاء الله امام الترجي التونسي. كابتن عمرو الحديدي، الحسابات الفنيه لهذه المباراه، تتوقع او تتمنى الجهاز الفني ومستر كارترون يبداوا المباراه دي ازاي؟ اعتقد مستر كارترون مش هيغير في مباراه نهائي طريقه لعب، هو اعتقد مثبت طريقه لعب بقاله فتره. في الفترة دي هو الاثنين ارتكاز اثنين فيرويد، بس هو بيعمل حاجة في المباراة اللي مدقق قوي في مستر كاردرون، بيقيس اللعب بفيرويد واحد، بيقيس اللعب بفيرويد واحد، وعلى مدار ال 45 دقيقة بتاعت الشوط الأول عنده مرونة غير عادية في تغيير طريقة اللعب خلال المباراة خلال الشوط الأول، هايل يعني. مجرد إن بيقرا مفاتيح لعب الخصم بيغير طريقة اللعب على هوا سيناريو هو مجهزه عنده في دماغه، مرتبط بقدرات المنافس بالظبط، بيبقى الربط بينه وبين محمد يوسف هايل. يعني انا بيعجبني ان هو بيميل على كابتن محمد، هو ادرى باللعيبه، هو كان موجود في مصر ايام وادي دجله،
بس محمد عاش معاهم وخد معاهم بطولات عارف مفاتيح اللعب بشكل ايه، فبيستشيروا طول الوقت في حوار بينهم طول الوقت، وفي حوار بسيط اسمه سامي قمصان، هدوء لقرايه سيناريو فني للمباراه ويبلغ بالكابتن محمد. يا جماعه هي ادوار، محدش بيتعدى حد. مستر كالدرون كمدير فني، كابتن محمد لخبراته في وجوده مع الفريق، كابتن سامي قمصان لقربه للولاد، مصطفى كمال يعني مصطفى زميل ملعب ليهم، ما فيش بعد كبير، مصطفى صغير مش كبير، وكذلك سامي وكذلك محمد يوسف. السيناريو مستر كالدرون بيقيس الملعب اول خمس دقائق، بعد كده بيغير طوفان طريقه بيغير بيلعب من جبهه معينه، بيقيس في خلال الخمس دقائق ولا العشر دقائق الاولانيه نقط ضعف الفريق ونقط القوه. القوه بيبتدي يتعامل معاها بالمان او بالقرب المسافات ما بين لعيب واخر، وبعد كده يبتدي يوجه لعيبته بالهجمات بنقط ضعفهم، بنقط قوه النادي الاهلي، يعني امتلاك زمام الملعب بطريقه او باخرى. هل ميزه عندنا النهارده ان المدير الفني من النوع اللي ما بيطمنش 11 انهم في الملعب طول الوقت فعلا او لفتره، انه طول الوقت عنده مفاتيح بيستخدمها؟ لسه بقول لك عنده مرونه في التغيير غير عاديه. الناس بتبقى مستعجله، الغيار الثالث الغيار الثاني، لا 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 لا، هو عارف امتى نزل ميدو جابر، وامتى لعب مروان، وامتى خد صلاح محسن، وامتى نزل محمد شريف. محمد شريف امبارح بدا الشوط الثاني اخر ثلث ساعه ناحيه الشمال، الشوط الاولاني كان بيلعب قصاد احمد فتحي. مديك مرونه للثلاثه يتحركوا زي ما عايزين، واحد يسقط واثنين من فوق، اثنين تحت وواحد من فوق، ايا كان، بس هو عنده ثوابت. كمان كان عندك ملاحظه ايجابيه يا كابتن عمرو، حضرتك قلت خلال التقرير اللي كنا بنتابعه مع مشاهدينا انك الصوره الكليه للقاء امام الوصل الاماراتي مش هي اللي تهمك النتيجه او التعادل، قد ما يهمك الاستخدامات او التجارب اللي عملها فنيا كارترون للمباراه الافريقيه. انا مش عايز عمل سيناريوهات كتير للمباراه الافريقيه، مش عايز اقلل من قيمه الوصل طبعا، لا فرقه كبيره طبعا، احترامنا للمنافس وللبطوله العربيه، بس احنا لكن بنقول اولويات الفريق في المرحله دي تركيزه عليها. اقوى بروفا للنادي الاهلي احسن من مليون تمرين. اقوى بروفا، احنا كنا بنلعب ثلاث مفاتيح برازيليين امبارح، خلاص انا عرفت الخطا فين، انا عرفت نقطه ضعفي فين، عرفت هنا في مشكله اسدها، هنا في ضغط. يعني حسام عاشور امبارح السبرنت كان بنسبه 80%، انا عارف ان في بطوله افريقيا بعدها بثلاث اربع ايام. عمرو السوليه نفس الكلام. يعني انا شايف ان رؤيتك الفنيه للفريق او الجهاز الفني خرج بايجابيات كتير من خلال تجريبه حتى للاعبين في غير مراكزهم في المباراه دي. بس انا لما هعمل تقسيمه في الاستاد التتش هتبقى بيننا وبين بعض، في وقت هبقى خايف عليك، في وقت مش هلتحم معاك، لا دي احسن تمرينه. انا مش بقلل من قيمه طبعًا الوصل طبعًا الاماراتي، طبعا احترامنا للاداء والنتيجه والنادي كبير ولقيمه البطوله كل الفرق اللي مشاركه فيها. كنت محترف احنا بنتكلم بس عن الرؤيه الفنيه للفريق لاولوياته. احنا بنقول ان الرؤيه الفنيه لفريق النادي الاهلي بتطبيق مهام خوض بطوله افريقيا هي كانت الوصل الاماراتي. شفنا سلبيات، اعتقد هتبقى في مباراه الترجي ايجابيات والعكس صحيح. هل لاحظت او في ملاحظه ممكن فنيه ان الجهاز الفني والمدير الفني كانوا بيجربوا عناصر من الاهلي ممكن يحتاجوا يسندوا عليهم في مراكز غير المراكز اللي بيلعبوا بشكل ده؟ برافو عليك. هي الحته بقى بتاعت ايه، انا عندي بديل ولا لا، هي مش بتسمى بديل، انا عندي عنصر جاهز ينفعني لو في طوارئ في ماتش مهم. احمد علاء انا اول موقف اقوله له انا هديله 8/10 ان اول مره يلعب، كان نجم الداخليه، راح مكان تاني خالص، راح ملعب تاني وفكر تاني مش غريب عليه، لعب بنفس المواصفات، بس في وقت مع الشغل ومع التدريبات التخصصية انا بقول لك هيبقى احسن سيرد باك في مصر. عنده بدلاً عندي الجراءة والقوة والالتزام، ده هيبقى حاجة كويسة جدا. اتنين، احمد فتحي مش غريب عليه، طول عمره هو الاكثر لعيباً التزاما تألقا، احنا عشان لعيبة بنقول له ربنا يبارك لك في اللي انت فيه ويديك على قد اللي انت بتعمله، دي واحد. اتنين، ايمن اشرف بقى في يوم من الايام هداف، مش من النادي الاهلي، راح سموحه، رجع من سموحه، نجم النادي الاهلي، نجم منتخب مصر، بيلعب في مكانين، عنده جوكر يقدر يتعامل بيه الخواجه في اي وقت، احطه في اي مكان. حمد هاني بينزل بنقول عليه ايه؟ السريع اللي جاهز في اي وقت، وطريقه اداؤه ما فيهاش تعقيد، سهل الممتنع، ما بيغير، ثابته هاديه، انسيابيه في الاداء، تالق، ثبات في المستوى، ده موجود. حسام عاشور تحدث بلا حرج نجم وربنا يكرمه ويشيل البطوله رقم 31 ليه. عمرو السوليه نفس الكلام. ميدو جابر
جاي نادي يقول له اتعلم بطولات. انا داخل جامعه، داخل جامعه جديده، بقول انا لازم اطلع الاول. هو ده النادي الاهلي. تحب تقول لعيبه الاهلي النهارده، او هل ممكن نوجه لهم رساله بنفس المحتوى اللي كان بيقال لكم من المدير الفني ألان هاريس، انكم لو اديتوا بنصف ما تملكوا من طاقات، ان طاقتكم تاهلكم للبطوله دي وانكم تفوزوا بيها واكتر ان شاء الله، ان عندكم القدرات في كل المراكز واعمار مختلفه، وانكم لو اجدتوا وركزتوا في المباراتين دول محدش هيقدر يقف قدامكم؟ فكر في حاجه واحده بس، انت بتلعب باسم النادي الاهلي، بتعمل تاريخ للنادي اللي كله تاريخ، بتعمل تاريخ ليك، بتعمل تاريخ لجيلك، والاهم كل واحد فيكو كان بيامل انه يرفع كاس عنده اقرب بطوله في 4 ايام، هيشيل بطوله افريقيا، هيروح للعالميه يا استاذ محمد. دي ليها حسابات ثانيه خالص. العالميه احنا مش احنا ايامنا كانت بطوله افريقيا. انا طب من العالميه ننتقل لكلمه الكابتن الخطيب، اتكلم عن تركيز النادي الاهلي والعمل لدى مجلس الاداره ورؤيه المجلس ولجنه الكره على ضروره العوده، وانهم ان يشتغلوا في الفتره الجايه الجميع على عوده النادي الاهلي للمنافسه والتفوق في سباق الاكثر تتويجا بالالقاب على مستوى العالم. هنتابع مع حضراتكم جانب من كلمه الكابتن محمود الخطيب، ومن هذه الكلمه الى تقرير ايضا عن اول بطوله افريقيه للنادي الاهلي. الابطال اللي شرفوا مصر، اللي شرفوا ال 46 مليون مصري، وكنا محتاجين الى نصر رياضي بالفعل يتحقق على رجال النادي. بعد 3 محاولات لم تكلل بالنجاح، وصل الأهلي للدور النصف النهائي عام 1981، لكن اغتيال الرئيس سادات حرم الأهلي من استكمال مشواره، فاعتذر عن عدم اللعب. لكن العام التالي عام 1982 شهد حظ النادي الأهلي للقبه الأول في دور الأبطال. بدأ النادي الأهلي مشواره بالفوز على الأشغال الصومالي بالقاهرة بهدف في الدقائق الأخيرة، حسم به التأهل بعد تعادله من دون أهداف في مقديشيو. في دور 16 التقى الأهلي مع يانج أفريكانز التنزاني، وفي القاهرة فاز الأهلي بخماسية نظيفة قبل أن يتعادل في دار السلام بهدف مقابل هدف. في دور 8 تقابل الأهلي مع جريم بافالوز بطل زامبيا، فاز الأهلي في القاهرة بنتيجة 3 أهداف لهدف، وفي لوساكا خسر الأهلي بهدف ليصعد للدور النصف النهائي ليقابل إينوغو رينجرز الذي كان يضم نجوم منتخب نيجيريا الفائز بكأس الأمم عام 1980. في ليغوس خسر الأهلي بهدف، وفي القاهرة حقق الأهلي فوزا كبيرا ب4 أهداف نظيفة ليصعد لنهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه ليقابل أشانتي كوتوكو في أوج قوته، ولاعبوه هم القوام الأساسي لمنتخب غانا الفائز بكأس أمم إفريقيا عام 82. في القاهرة فاز الأهلي بثلاثية نظيفة، وفي كوماسي تعادل الفريقان بهدف لكل منهما ليعود الأهلي للقاهرة فائزا باللقب الأول في تاريخه. خلال مشوار البطولة فاز الأهلي في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 2، أحرز لاعبوه 18 هدف وتلقت شباك 5 أهداف. محمود الخطيب كان هداف البطولة ب6 أهداف منها 3 أهداف في النهائي، يليه علاء ميهوب ب4 أهداف. أبطال اللي شرفوا مصر، اللي شرفوا ال 46 مليون مصري، وكنا محتاجين الى نصر رياضي بالفعل يتحقق على رجال النادي. كابتن عمرو الحديدي، هنتكلم عن رؤيه النادي الاهلي. اتكلم الكابتن الخطيب خلال الفتره اللي فاتت ورؤيه النادي انه مهم جدا العوده للعمل على المنافسه على لقب الاكثر تتويجا في العالم، وان ده له تاثير كبير ايجابي على القيمه التسويقيه للنادي وفرصه في الامور الاستثماريه والتسويقيه في النادي. كيف ترى هذا الامر؟ بص يا استاذ محمد، الكابتن الخطيب بيبص لمنظومه النادي الاهلي بمنظومه عالميه، ان بطوله افريقيا هوصل منها لبطوله العالم للانديه. كل واحد بيشتغل باسلوب معين، مجلس الاداره بيوصل بمنظومه راحه وهدوء للمدير الفني، المدير الفني بخبراته واسلوبه بيوصل المعلومه للاعبين، اللعيبه بتوصل ده لاهاليهم، ثم جماهير النادي الاهلي بنفس المواصفات سند كبير او اللعيب رقم واحد الدافع للنادي الاهلي في كل البطولات.
النادي الاهلي في الوقت ده يا استاذ محمد نقولها ان الكابتن خطيب بيقول الاكثر تتويجا والاكثر تسويقا والاكثر انتشارا والاكثر ابداعا هي بطوله افريقيا. الدوري النادي الاهلي كله دوري، كله بطولات. والفارق كمان بينه وبين اقرب المنافسين ارقام كبيره جدا. احنا بنتكلم بقى تسويقيا للعيبه، تسويقيا لاسم النادي، تسويقيا للممثل للبطوله الافريقيه هو النادي الاهلي في بطوله العالم للانديه، والظهور صحيح في بطوله العالم للانديه اللي هي اكبر نموذج لمشاركه الاهلي الدوليه او العالميه. انت لو لعيب لفت الانظار وتم تسويقه بقيمه 3 4 سنين النادي الاهلي صرف فيها على صفقات او صفقات اخرى تانية. بيقدر الكابتن خطيب عايز يقول للعيبه احنا نادي الابداع، احنا نادي المملكه، احنا نادي الوصول لاعلى المستويات، احنا الاكثر انتشار عالميا بالتواريخ والارقام. مش انا اللي بقول كده، بالتواريخ والارقام. مهم الحسابات دي تبقى عند كل لاعب طبعا طبعا، انه يعي الكلام ده كويس ويبقى فارق معاه ومنعكس على اما انا بقول لابني انا لعبت افريقيا وخدت مع النادي الاهلي كذا بطوله وخدت 7 دوري انا بحلم على الجزء اللي انا كنت عايش فيه في الوقت ده. السوشيال ميديا والظروف اللي احنا فيها والتطوير اللي احنا شايفينه، احنا بنتكلم عالميا خلاص. العالم كله عارف بقى في محمد صلاح، بقى في حجازي، بقى في المحمدي، بقى في النني، خلاص بقينا خلاص وصلنا. لا وصلنا كاس عالم. فبنتكلم على انديه بتتمثل في النادي الاهلي، بنتكلم على منتخب مصر وصلت. احنا بنقول بقى النادي المنتخب ما كانش الحظ انه يحقق حاجه معينه، النادي الاهلي بيرسم الفرحه في قلوب المصريين، في وجوههم وفي قلوبهم، ان النادي الاهلي ده هو مصدر الفرحه للشعب المصري. الى اي مدى الخبرات السابقه، النجاحات اللي فاتت والظهور الثاني كمان للاهلي كاس العالم للانديه، الظهور بشكل متميز كمان في النتائج والمراكز الخاصه بالبطوله، له انعكاس على طموح الفريق وطموح اللاعبين وثقتهم في قدرتهم على تحقيق الانجاز. الخبرات اللي فاتت اللي ممكن اللاعبين يسترشدوا بيها في رؤيتهم للسباق اللي جاي. اتمنى انها تمشي باسلوب بسيط. الاقرب لبطوله العالم للانديه اللي سافر هو اللي يروح معاهم المعسكر ويقول الكلام ده. حسام غالي، بركات، نجوم كانوا موجودين في البطوله اللي عماد متعب. مش مشكله حتى لو رحت نادي تاني، حتى لو انا موجود في نادي تاني، النادي الاهلي ما بيفشيش بابه في ولاده ابدا. اروح اتواجد، اقول انا عشت ده، انا شفت ده، انا قعدت فتره بحلم ان انا اخد بطوله افريقيا واوصل للعالميه فوصلت لها. اسلام الشاطر، حسام غالي، كل الموجودين اللي ما لهمش نصيب واعتزلوا يكونوا هم، عماد النحاس، الناس اللي جربت، شادي، الناس اللي سافرت وشافت وسافرت بطوله العالم، مطلوب تواجدهم قريب من الفريق طبعا الفترة. هم الاقرب. احنا هنقول للي حضر افريقيا بس، هنقول له احنا اللي كنا موجودين، ما احنا بنتوارث دي من الجيل اللي قبلنا. شفنا النادي الاهلي بيتكرم في كتوكو في وجود الكابتن خطيب وكابتن مصطفى يونس وكابتن الدكتور مصطفى عبد، شفنا ده. اللي الموجود احنا في التسعينات شفنا جزء بسيط لبطوله افريقيا. الناس بتوع الالفيه قالوا احنا وصلنا كاس عالم مره واثنين، هم دول اللي يكونوا الاقرب. يقولوا لهم يعني ايه كاس عالم للانديه؟ يعني ايه اما العب مع فرقه زي برشلونه ولا ريال مدريد هو ده هو ده خلاص انا وصلت لاخر حاجه في الكوره، هوصل ايه تاني؟ مميزات المنافس، نقاط القوه اللي ممكن نوقفها او يجب العمل على ايقافها والحد منها في المباراه دي، ايه مميزات الترجي اللي المفروض الاهلي يشتغل على انه يقلل من فعاليتها في المباراه اللي جايه؟ يعني ما جازفش، اكون ملتزم. كل واحد ليه دور في المحاضره اللي بيقولها الخواجه، لازم اكون ملتزم، ما ابتكرش. بعد ما الجيم يمشي معايا ابتكر زي ما عايز. ما هو اللعيب بياخد الفكر، بينفذ باسلوب، بتمشي معاه او ما بتمشيش، بيكون يومه، او لو مش يومي اكون انا راجل بسيط في الملعب، انا كراجل سيرد باك اقطع او يعني استحوذ على الكوره، ودي للي فايق، ودي للي شغال، ودي للي اكثر تالقا في الملعب، اكون مجموعه ادوات. المدافعين وحارس المرمى لا تهديف، نص الملعب افساد هجمات الخصم، فراوده هدف وما تقلقش من اللي موجود ورا. اخيرا اتكلمنا خلال حديثنا معاك النهارده كابتن عمرو عن دور الجماهير. الكل بيقول ان النادي الاهلي محتاج المشجعين في المباراه دي، مش مجرد المشاهدين. المشاهدين هيكونوا من خلال شاشات التلفزيون والفضائيات، المشجعين في الاستاد لان عندهم دور مختلف
قراءتك لده من خلال تاريخكم وتأثير الجمهور معاكم في تحقيق البطولات. شفنا في الاستاد كان الملعب مقفول، ما كانش في حد موجود. يمكن محمد يوسف قبل ما اطلع على الهواء بيقول شفتوا جماهير وفاق ستيف كانت عامله ازاي، ما كانش في مكان لرجل مشاهد واحد. ده اللي نفسنا نكون موجود، وهو ده جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي هي الثلاثة بونت قبل السفر لتونس. كانت بتفرق معاكم في المباراة النهائية القابلة. احنا بنسخن يا استاذ محمد، بنسخن بس. بنسخن، يعني احنا غرب عن النادي الاهلي. جينا اتعلمنا في النادي الاهلي. الكبار علمونا هتبقى مسموع، ركز، ما تقلقش، احنا في ظهرك. كلام من الكابتن ابراهيم، الكابتن حسين، الكابتن شوبير، الكابتن رمضان، الكابتن ايمن شوقي، كل الكبار اللي موجودين، الكابتن اسامه عرابي، كابتن مجدي طلبه، كابتن رضا، كل دول كانوا موجودين بيساندونا. واحنا بنقول للاصغر مننا شرف وابراهيم سعيد وحسام غالي وايا كان من الموجودين، صلاح احمد، صلاح حسني، اي حد كان بيبقى موجود معانا، كنا احنا متواجدين، ان احنا كنا مجموعه اجيال بتلعب الكبير، الاصغر، فالاصغر، فالاصغر خالص. فما حسيناش ان الكبير غير انه بيعلمنا، الاصغر شويه اتعلم من الكبير فيقوله للاصغر شويه، الصغير شايف الكبير هرم فبيقرب من الاصغر شويه، انا اتعلم ازاي اوصل للكبير. احنا مجموعه عوامل، التنظيم والحضور الجماهيري طبعاً، والتشجيع والمؤازره القويه في مباراه برج العرب، امور مؤثره جدا. اول ثلاثه بونت في مصر هم الجماهير. ان شاء الله يكونوا موفقين، وباذن الله نشوف تكرار للسيناريو الجميل اللي شفناه مع جيلك يا كابتن عمرو في اكثر من بطوله على كافه المستويات المحليه والافريقيه. ونتكلم وان شاء الله نسعد ونحتفل جميعا باجمالي اللقاءين وبالفوز ان شاء الله في المباراه الاولى وفي المباراه الثانيه باذن الله. باذن الله يا استاذ محمد، وشكرا لتواجدي معاك. اسعدتنا بوجودك معانا، ولك كل التقدير نجم الكره المصريه ونادي الاهلي سابقا كابتن عمرو الحديدي، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا استاذ محمد، شكرا. مشاهدينا بشكر حضراتكم على متابعه اللقاء. نهايه هذا اللقاء فقرتنا الأولى في الأهلي ليلة، ولكن ابقوا معنا بعد الفاصل وبعد متابعة التقرير التالي هترجعوا مع زميلي العزيز الكابتن خالد العوضي وفقرته الخاصة ومتابعة كافة الرياضات بعيدا عن كرة القدم. هنتابع مع حضراتكم الآن تقرير خاص مع جماهير النادي الأهلي، والأهلي بيمثل لك إيه. الاهلي بالنسبه لي انا وطن. انا يوم ما الاهلي بيبقى خسران ولا في حاجه او حتى متعادل، حتى لو ماتش ودي، اليوم بالنسبه لي بيقفل. كيان بطل افريقيا، بيفرحنا، بيجيب الدوري، كل ده بيمثل لي كل حاجه. والله الاهلي كده ده عشقي من صغري. الاهلي هو حياتي، مصدر سعادتي. كيان هو حياتي، حاجه كبيره يعني، وطن جوه وطن زي ما بيقولوا. الاهلي طبعا ما فيش فريق زيه في مصر كلها وفي افريقيا وفي العرب، وده شرف لينا ان احنا اهلاويه يعني. المبادئ والقيم وكل حاجه في حياتي، يعني انا كل حاجه بالنسبه لي الاهلي. بيمثل لي كيان محترم، بيمثل لي انا بتعلم من اداره النادي الاهلي الهدوء، العمل في صمت، لا مجال للجعجعه والصوت العالي، خدت بالك، لا مجال للمناوشات، بيعملوا في صمت، فده بصراحة حاجة تحترم. مبادئه، لحياته، لانتصاراته، للمتع اللي متعها لنا الأهلي على مر السنين. احنا اتمتعنا كتير قوي من أيام صالح، مرورا بالخطيب، بابو تريكة، بأجيالهم يعني، شفنا كتير كتير كتير، شفنا متعة كتير، مش قادر اقول لك يعني اتمتعنا ازاي في الاهلي.
الخير على كل جماهير النادي الاهلي وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. فقط الالعاب الاخرى بنجيب اخبار من كل فرق النادي بنتابعها وبنتابع اخبارها وبنتابع نتائجها. طبعا عندنا خبر مهم جدا النهارده وهو خبر خساره بطوله افريقيا امبارح في كره اليد. فريق النادي الاهلي امبارح خسر بطوله افريقيا وحصل كلام كتير، في ناس كتير زعلانه، ناس متضايقه، اكيد كل الناس عندها حق في اللي بتقوله، زعلانين لان الاهلي ما ينفعش يخسر الماتش الفاينل. لكن الفرق الكبيره بالعادتها ان هي اول ما بتخسر تبتدي تجمع نفسها على المرحله الجديده على طول، تعرف ايه الغلطات وتعرف مشكلها حصل ايه عشان تقدر، لان النادي الاهلي في كره اليد فرقه كبيره حائز على بطوله الدوري السنه اللي فاتت وبطوله افريقيا لابطال الكؤوس، فالفرق الكبيره لازم تجمع على طول، فلازم يقعدوا الجهاز الفني واللاعبين ويشوفوا ايه اللي حصل في البطوله اللي خسرناها امبارح ويبتدي يتعاملوا على الموسم الجديد، لان دي اول بطوله في الموسم عندهم، في الموسم الجديد لسه عندهم دوري وكاس وبطوله افريقيا مره ثانيه وبطوله سوبر مع نادي الزمالك مره ثانيه، فلسه عندهم كم بطولات كبير. نتمنى ان الجهاز الفني يقدر وهو واللاعبين يلموا الامور سريعا، لان ماتشات الدوري هتبدا يوم الجمعه اللي جايه باذن الله مره ثانيه. كل امنياتنا الطيبه ليهم باذن الله ان شاء الله في المرحله الجايه يقدروا يحققوا النتائج المرجوه من مجلس الاداره او من جماهير النادي الاهلي او من كل مشجعي النادي الاهلي. هنطلع لاخبارنا، واخبارنا بتقول اول خبر عندنا عن كره اليد سيدات والاستعداد للموسم الجديد يوم 2 نوفمبر باذن الله. 2 نوفمبر هيلعبوا مباراه مع نادي الجزيره، كابتن ياسر صلاح بيشد التدريبات كلها على ان يقدر برضو يخش في مرحله اللي هو عنده مباريات مهمه، عنده دوري وعنده كاس وعنده بطوله السوبر، فعنده برضو مباريات مهمه جدا. كان السنه اللي فاتت نادي الاهلي كسب كل البطولات اللي لعب فيها كل سيدات النادي الاهلي، كان هيلعب بطوله عربيه في اول السيزون بس حصل اعتذار او حصل مش اعتذار من النادي الاهلي، حصل ان البطوله العربيه ما كملتش في نادي سبورتنج، فالاتحاد العربي قرر ان هو ما يلعبهاش واجلها لوقت تاني. هنمشي من ملعب الهاندبول وهنروح على ملعب الكره الطايره، والكابتن عبد الحليم معبو لاعب الكره الطايره بالنادي الاهلي كان عنده اصابه في ركبته، حصل عمليه رشح، فالجهاز الفني فضل الراحه وفضل ان هو يبتدي يشتغل على العلاج الطبيعي. كابتن محمد مصلحي بدا يتابعه، لان عبد الحليم معبو من اللعيبه المهمه جدا جدا في النادي الاهلي، فان شاء الله في المرحله اللي جايه يقدر يحصل التقويات ويحصل العلاج الطبيعي، دكتور العلاج الطبيعي في النادي الاهلي يقدر باذن الله يديله الجرعه المناسبه او يديله التدريبات المناسبه يقدر يكمل ويستعد مع الفريق، عشان المنافسات الرسميه خلاص قربت هتنطلق باذن الله على اول 11. الخبر الثالث عندنا خبر من اللجنه الاولمبيه وتوقيع بروتوكول بين اللجنه الاولمبيه المصريه واللجنه الاولمبيه السودانيه. المهندس هشام حطب وقع بروتوكول مع الاستاذ هاشم هارون رئيس اللجنه الاولمبيه السودانيه. كان موجود في التوقيع البروتوكول ده اللواء احمد ناصر رئيس الاتحادات الافريقيه اللي هي منظمه الاوكسا، ودكتور مصطفى برايف رئيس اللجان الاولمبيه الانوكا. البروتوكول ده عشان يزيد بين العلاقات والتعاون بين الشعب المصري وشعب السودان، اكيد كلنا نهتم ان كل يحصل تالف بين الشعوب عن طريق الرياضه. ودلوقتي ده بالنسبه لاخبارنا، خلصنا اخبارنا هنستقبل ضيفتنا، ضيفتنا من كابتن علياء محمود نجمه من نجوم كره السله بالنادي الاهلي، هنتكلم عليها عن تاريخها في النادي الاهلي وهنتكلم معاها عن البطوله العربيه الموجوده النهارده في النادي الاولمبي في مصر، والنادي الاهلي ماشي الحمد لله بخطى ثابته، نتمنى له كل التوفيق. هنخرج لفاصل وترجعوا لنا مره ثانيه. اهلا بيكم معانا في حوار مفتوح عن كره السله سيدات. معانا كابتن كبير، كان كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر، كابتن علياء محمود، نرحب بيها. كابتن علياء مساء الخير. تمام، اخبارك ايه؟ الحمد لله. اخبار كره السله ايه؟ تمام الحمد لله. هنبدا على الخبر هنبدا على الخبر اللي هو موجود عندنا النهارده عن فوز فريق النادي الاهلي سيدات على نادي الجمال المغربيه 185، وده كده وصلنا وتأهلنا للسيمي فاينل للبطوله العربيه، وهي بطوله مهمه 26 سنه النادي الاهلي ما كانش بيلعب بطولات عربيه. قولي ليه ما كناش بنشترك في البطوله العربيه؟ والله هو علشان كنا دايما بيبقى الفرق اللبنانيه بتستعين بمحترفات جامدين جدا، فكان الوقت ده حاصل فيه دروب شويه
وعاده يعني بيروح اهلي سبورتنج يا اهلي سبورتنج، فكان دايما بيبقى بعديه على طول الدوري، فكانت الفرق بتفضل ان هي تبقى في الاستعداد بتاع الدوري لان الوقت بتاعها بيجي ضيق جدا. يعني انت من وجهه نظرك ان وقت البطوله العربيه نفسها محطوط الوقت نفسه في توقيت بدايه الموسم بالزبط. واعتقد ان الفرقه دي تلعب شويه عشان تروح تلعب بطوله كبيره زي كده بالظبط. مظبوط. طب كابتن عليا لازم نرجع شويه كده للتاريخ، وتاريخ حضرتك تاريخ كبير في النادي الاهلي، تاريخ مشرف، لكن لازم نرجع لورا شويه ونقول ازاي وصلنا لملعب كره السله. والله هو انا اتولدت اصلا لقيت نفسي في النادي الاهلي. ازاي؟ يعني كان جدي الله يرحمه رحمه الله عليه وخالاتي كابتن لبنى كانت هي بتمرن في النادي الاهلي، وكابتن نهله فاروق كابتن منتخب. فانا اتولدت اوريدي لقيت نفسي موجوده في النادي. مامتي سابتني في النادي، بدات سباحه. دخلتني سباحه ثم جمباز بطولات مع النادي. يعني لبست تيشيرت يعني النادي من وانا صغيره جمباز وحققنا بطولات مع النادي بالظبط. بعديها بقيت دخلت فريق الباسكت، كان بقى ما فيش 8 و9 والكلام ده، كان ميني باسكت. قعدت 7 سنين بلعب ميني باسكت. بس 7 سنين ميني باسكت، مفيش اصغر من كده. انا قاعدة اول البدايه 15 سنه تقريبا بيلعب، كان 12 12 سنه. انا بدات بقى ايه من وانا عندي 5 سنين كده قاعده بلعب باسكت مع حاجات ثانيه. هايل. وبعدين في النص كنت عايزه اعلي فتنس شويه، دخلت مع كابتن ناديه شريف العاب قوه. المفروض ان انا كنت رايحه اعمل فتنس واعلي من لياقتي، دخلت معاها سداسي، عملت رقم مصر الحمد لله للنادي الاهلي الحمد لله. ما شاء الله. يعني العاب قوه وجمباز وكره سله متكامله في الرياضه ما شاء الله يا كابتن عليا. لكن النهارده لما تيجي تسيب الباسكت بتلاقي ان بيبقى عندنا طريقين، يا تدريب يا اداره. اشمعنى اخترت سكه التدريب؟ علشان لقيت قوي ان انا عشان مريت الحمد لله مع مدربين كتير جدا وانا حبيت الباسكت جدا، فحاسه ان انا عايزه انقل حاجات كتير قوي، وده اللي خلاني اختار ان انا ابدا دلوقتي مع بنات صغيرين. يعني ما ادخلش على طول في مع ناس كبيره. يعني حبيت ان انا اكون مع بنات صغيرين انقل لهم، وفارق جدا معايا ان انا اعرفهم يعني ايه النادي الاهلي. يعني يمكن هم دلوقتي بيبصوا لي كده مش فاهمين ايه ده، بس فارق معايا جدا ان انا احسسهم ان لا احنا لازم نكون مختلفين، عن مع احترامي طبعا للجميع، بس احنا النادي الاهلي. من اول دلوقتي هم لازم يعرفوا يعني احنا النادي الاهلي. مش حاسه ان ده ستريس شويه بيكون على اللعيب الصغير ان احنا نعرفه الموضوع ده او نبوش عليه الامور؟ انا بعملها بس ما بقاش ليها علاقه بالباسكت. ايوه. يعني كاتيتيود، انت من ساعه ما احنا رايحين نلعب ماتش، من واحنا لسه ماتشنا ما بداش، احنا النادي الاهلي، لازم لبسنا يبقى عامل ازاي، لازم صوتنا يبقى عامل ازاي، لازم تعاملاتنا مع الفرقه الثانيه تبقى ازاي، الحاجات دي كلها من غير ستريس في باسكت. انا لسه بكون بتكلم معاهم في بيزكس، ده النادي الاهلي يا جماعه. فهم صغيرين. طبعا. يعني كل الناس، كل اللعيبه الكبار اصحابي واصحابك اكيد بيتجهوا دائما وابدا للتدريب بفرق كبيره، يعني يقول لك انا عايز فرقه عشان اعمل فيها الفكر بتاعي. اتجاهك للفكر اللي تحت ده فكر المفروض يكون عند كل الناس، اعتقد الفكر ده فكر كويس. يعني هو بعد تجربتي لقيت ان هو محتاج صبر شويه مع الصغيرين، ويمكن الفكره دي جات لي من ان ناس كتير قعدت تقول لي نمرن برايفت، عايزينك معانا في مش عارفه ايه. انا الفكره بالنسبه لي دي مرفوضه خالص، ان انا اكون يعني انا عايزه اعلم الصغيرين. يعني عايزه اعلمهم، فعشان كده ده اللي خلاني لا انا في النادي انا موجوده، اي حد يتمرن اي حد يخش. هنكمل مع حضرتك بس معايا تليفون مهم. لازم نروح له. معانا كابتن ايهاب الالفي المدير الفني للنادي الاهلي لكره السله. سيدات كابتن ايهاب مساء الخير. كابتن ايهاب مساء الخير يا كابتن ايهاب. مساء الخير يا كابتن خالد. اولا بنبارك لحضرتك على ماتش النهارده، والحمد لله تاهلنا لدور نص النهائي. واحكي لنا النهارده يا كابتن ايهاب مجريات المباراه حصل فيها ايه؟ الحمد لله رب العالمين. النهارده ماتش ابتدى كويس، كان البنات مركزه، كنا محضرين كويس لفرقه الجيش الماكل. ابتدينا الكورت الاولاني كسبنا بفرق كويس، حصل كان على التركيز الكورت الثاني، خلصنا الاف تايم 5 نقط، كان يعني قليل. الكورت الثالث في الاف تايم اتكلمنا و يعني اتكلمت شويه، نزلوا الكورت الثالث ساعدتهم بيعملوا عملوا احسن حاجه. الكورت الثالث كسبنا فرق كبير 20 بونت الحمد لله. ريحت
يعني معظم البنات وزعنا المجموعة عملنا روتيشن كويس عليهم الحمد لله أكثر من 24 دقيقة أكثر واحد لعب 24 دقيقة فالحمد لله بشكل كويس الحمد لله. كابتن ايهاب الحمد لله لكن في مقابله مهمه بكره مع نادي الامل التونسي والفرقه التونسيه كنت حاك في حوار قبل كده معايا قلت لي ان تونس والجزائر ولبنان بيتميزوا في كره السله محضرين ايه المباراه بكره ان شاء الله باذن الله. طبعا في تونس نفس الكلام احنا بقى محضرين لتونس كويس احنا محضرين كل النهارده في ميتنج مع البنات هنوريهم بالفيديو يعني الخطوه بتاعتهم ان شاء الله الحمد لله رب العالمين النهارده الشكل احسن المباريات احسن نطمن بس على الاهالي بس بكره ان شاء الله باذن الله كمان يا رب ان شاء الله يعني وان شاء الله البنات تكونوا حاضرين ومركزين في السيمي فاينل عشان تكملوا الحلم والطموح اللي بدانا منه ان شاء الله. كابتن ايهاب انا عارف ده حلم وطموح لحضرتك وكل اللعيبه ان شاء الله كل اللاعبات معاك ان شاء الله باذن الله هنتابع معاك بكره بعد المباراه ان شاء الله باذن الله ونتمنى باذن الله وصولك للدور النهائي باذن الله. كابتن ايهاب الالفي شكرا جزيلا كنت معانا النهارده. كابتن ايهاب بنتكلم على البطوله العربيه واحلام كان طبعا. معايا مره وفي البرنامج وبيتكلم بيقول ان هدف من اهداف السنه دي عنده ان هو لا يعني ان شاء الله نكسب البطوله العربيه لانها 26 سنه ما دخلتش النادي تقول يعني البطوله العربيه والفرق والماتشات والثمان فرق من ثمان دول عربيه تقول عليها طبعا زي ما قلت لحضرتك هي البطوله العربيه دايما بتبقى فرق لبنان بالذات بيكون معاهم محترفات جامدين جدا يعني كل الفرق بيكون معاها محترفات يمكن هي دي المشكلة يعني احنا لو الموضوع بقى عربي النادي الاهلي هيفوز بالبطولة قصدك يعني ان هي البطولة ما كانتش متداخلين فيها محترفات بالظبط لو ما كانش فيها كان اللعيبة كل بتاع كل نادي بالظبط النادي الاهلي يكتسح بالظبط بالظبط كان النادي الاهلي ما شاء الله كانوا ولسه طبعا احنا ما بنقولش يعني ان هو فهي البطوله ان شاء الله هم هيلعبوا فريق تونس بكره فالموضوع كله بيبقى محترفات بس انا عندي ثقه دي فرقتي يعني بالظبط فبالظبط لعبتي معاهم يا كابتن طبعا لعبتي معاهم في الملعب بعرفاهم كويس قولي لي الفرقه دي بتتميز بايه؟ بتتميز بالسرعه بتتميز بروح النادي جدا حيل. وطبعا زاد عليهم طبعا سرايا من نادي الصيد ومنار من نادي سموحه طبعا دول عنصرين هايلين يعني اضافه طبعا هايله للنادي فان شاء الله نعدي ماتش بكره وماتش لو وصلنا مع هومنتمن اللبناني الموضوع مش هيبقى زي الماتش اللي فات خالص خالص رغم ان هم محترفاتهم زي ما برضه هنفضل نقول جامدين جدا وكل حاجه بس احنا النادي الاهلي واحنا عندنا لعيبه كويسين جدا وفي الاخر احنا خمس لعيبه في الملعب وهم خمس لعيبه. عايزين نرجع لماتش هومنتر اللبناني ما كنتش عايز اتكلم عليه كتير لكن لازم نتكلم عليه. ده الماتش الوحيد النادي الاهلي خسره كان ثالث المجموعه وفي ناس قالت ان كابتن ايهاب الالفي ما دفعش كل اوراق لان هو كده كده واصل وكده كده يعني يتأهل إلى الدور النهائي بإذن الله والفرقتين اللي يتقابلوا مرة تانية تقولي على الماتش ده بالذات هو فعلا الماتش ده كنت أنا نفسي يعني بقيت قاعدة أفكر طب ككوتش طب يا ترى كابتن إيهاب هيعمل إيه طب يا ترى مدربة الفريق التاني هتعمل إيه فطبعا كابتن إيهاب مدربة عشان اتكلم عليها بس مدربة دي مهمة بس مدربة اتفضل فطبعا هو كان الماتش ده ما كانش فارق مع الأهلي تماما هو بيشوف الفريق التاني بيلعب ازاي بنشوف احنا هنعمل ايه الكلام ده وطبعا استفدنا جدا الماتش ده فادنا جدا ان احنا شفنا المحترفات بتاعتهم يعني البيك بتاعهم ايه وصلوا لايه دي قراءه في جوه المباراه طبعاً. ان كابتن ايهاب الالفي كان مريح شويه عشان طبعاً. يقدر ياخد الفرقه على اعلى تارجت بالنسبه لفريقهم وبعدين احنا برضو كعادتنا في النادي الاهلي بنتاثر قوي من اي خساره حتى لو ملهاش لازمه بالظبط
فالحاجه اللي بسطتني انه كابتن ايهاب عدى بالفرقه، يعني حصل خساره مفيش مشكله عدى، وما شاء الله النهارده وانا قعدت اتفرجت برده عليهم لعبوا ما شاء الله بروح كويسه جدا. النهارده رايح الناس قسم الماتش على الناس كلها، النهارده حسيتهم ان خلاص الماتش اللي فات خلص. مش مشكله في سكور مش سكور مفيش مشكله، هو ماتش مش فارق. هو اي اعتقد ان الرياضه اي ماتش يعني لو لا قدر خساره خساره البطوله لازم الفرقه تعدي، بالذات الفرقه الكبيره في الموضوع ده. طبعا. قولي لي لو رجعنا وانت بتلعبي وانت متجوزه وانت بتمرني عملتي معادله غريبه، لعبتي فاتجوزتي وجي لحضرتك طفل او طفله وفي نفس الوقت رجعتي تاني مره تانيه للملعب، قدرتي تعملي المعادله الصعبه دي ازاي؟ علشان هو الباسكت حياه والنادي الاهلي. يعني انا قعدت سنتين في النادي الاهلي، باخد عربيتي اجي بيتي كان في اسكندريه، باخد عربيتي اجي اتمرن ارجع تاني بيت سافر يوميا إيه؟ مش يوميا يعني بس يعني على يعني يومين ثلاثه هنا يومين ثلاثه هنا رايحه جايه. ازاي يعني انا عايزك صحيح بجد لازم الناس تفهم ولازم الناس تعرف ازاي تقدري تعملي ده. والله حب الحاجه اللي بتحصل بس طبعا حب النادي الاهلي. جيلك كان جيل مميز جدا، كابتن حبل غنام، كابتن هلا مصطفى عفوا، وكان جيل مميز جدا. مين بنات جيلك؟ بنات جيلي انا، هو انا ايه برضو عشان الحمد لله لعبت من وانا صغيره لغايه وانا كبيره بالظبط، فما عنديش جيل معين انا ثبت معاه يعني. طيب هوقفك عند صوره وعايز الصوره دي احكي لنا حكايه الصوره دي. لا حكايه الصوره دي ان احنا اتجمعنا كويس، جيل ده كويس جدا، كنا جايبين انجي من منتخب ونادي الشمس، كان طالع لنا من الصغيرين نادين سلعاوي، هي دلوقتي في امريكا. كانت انا وساره زكريا نمره اربعه، احنا من واحنا عندنا ست سنين بنلعب باسكت في النادي الاهلي ما شاء الله. اتفرقنا ورجعنا تاني الفرقه، هي كانت راحت نادي الصيد وهليوبلس ورجعت لنا. في اماندا المحترفه بتاعتنا كنت انا وهي بنلعب مع نادي سبورتنج طول عربيه، بعد كده انا جبتها ورحت الاهلي خدتها يعني معايا. رايحين جايين. لعبتي في كذا نادي غير النادي الاهلي بالظبط، لعبتي في انديه زي سبورتنج وهليوبلس. خرجنا ليه ورجعنا والصيد خرجنا ليه ورجعنا ليه مع ان انا عارف يعني ايه النادي الاهلي بالنسبه لي. طبعا لا سبورتنج كانت سنه اعاره علشان كان جبت ليلى، فكان صعب بقى ان انا افضل رايحه جايه بيها والكلام يعني ده. انتي زي نون محطه في اسكندريه عشان تريحي في اسكندريه بالزبط. عشان ليلى بالظبط. تمام، فدي كانت السنه بتاعت سبورتنج. دي الصوره دي؟ لا ده وائل رياض وجمال حمزه. نادي الاهلي برضو في دمك. لا كنا ده خلاص ده من واحنا صغيرين يعني. طيب. بعض. فقعدتي في سبورتنج اول سنه؟ قعدت في سبورتنج سنه كويس. رجعت الاهلي سنتين وبعدين انتقلت لنادي هليوبلس سنتين. رحت هليوبلس ليه؟ رحت هليوبلس يعني شويه مشاكل كده يعني. تمام مشاكل. وخرجت هليوبلس قعدت كام سنه في نادي؟ سنتين. سنتين. ورجعتي مره ثانيه؟ ورجعت رجعت رحت الصيد سنه وبعد كده رجعت بقى الاهلي خلاص ان شاء الله. ازاي وانا لعيب وجماهير ضغط عصبي على الفرق الرجال، ازاي البنت تقدر تستحمل ضغط الجماهير ده؟ ضغط الجماهير ده الجماهير ده لا ترضى الا بالمكسب بالظبط، والضغط بقى اليومين دول اكتر كتير من قبل كده طبعا. فقولي ازاي يقدروا يستحملوا الضغط ده؟ هم يحاولوا ياخدوه ايجابي يعني، يحاولوا يقولوا ان مثلا احنا زمان مش زمان قوي يعني اللي هو من كذا سنه ما كانش فيه طبعا الجمهور ده اكيد في الملعب، فيحاولوا ياخدوا الجانب الايجابي ان انا بلعب معايا قوه. كان لسه كنت وانا قاعده دلوقتي في الاوضه جوه بيتكلموا ان اللعيب ان الجمهور ما بقاش في الكوره اللعيب رقم 12 ولا بقى في الباسكت اللعيب رقم 6، هو جمهور اللعيب رقم 1 1 فهم ياخدوا طبعا دي حقيقه، فهم ياخدوها ان هي حاجه بوزيتيف ان انا دلوقتي انا معايا جمهور الجمهور ده معايا انا وبيشجعني انا وبيشجع النادي الاهلي، فياخدوا الموضوع ده كده انه حاجه ايجابيه. مش بيمثل ضغط عصبي على البنات؟ والله حسب لو حد عايز يشوف ده انه انا عندي حاجه انا يونيك جدا انا بلعب في النادي الاهلي مفيش في مصر ولا في العرب ولا في اي حاجه جمهور كده. دي حقيقة. ده حاجه مش عند حد تاني طبعا، لو خدوها كده مش هتبقى حاجه يعني جماهير دايما وابدا جانب ايجابي للنادي الاهلي طبعا. دايما كل فرقه بتتمنى ان الجماهير تحضر عشان تقدر تطلع روح الفانيله الحمراء والحماس طبعا. اللي فيه. قولي لي يا كابتن عليا اشتغلتي مع جهاز منتخب مصر؟
اشتغلت وحققت بطوله عربيه. تمام. سؤال بصراحه ليه مش بنحقق المنافسات الافريقيه؟ ليه مستوانا على المستوى الافريقي مش زي المستوى على المستويات العربيه؟ علشان احنا بدنيا ربنا خلقهم كده وخلقنا كده. يعني احنا يعني مثلا في الفولي مثلا ما شاء الله النادي الاهلي او منتخب الفولي بيكون سهل ان هم يكسبوا عننا شويه احنا والهاندبول، بالتالي عشان في شبكه بس في النص عازله ما بين الاحتكاك. دي حقيقة. خلي بالك ان فرق النادي الاهلي فرق الفولي ما شاء الله يعني بطولات افريقيه بالنسبه لهم بطوله افريقيه قويه جدا طبعًا. لكن بيقدروا يوصلوا، لكن الهاندبول والباسكت دائما وابدا في النادي الاهلي ما عندهمش الحته دي. بالظبط بالظبط، لان هي فعلا فروق بدنيه. يعني احنا كباسكت او كده احنا مهاريا كويسين، يعني احنا مهاريا كويسين جدا، يمكن احسن منهم. وجهه نظرك ان احنا مهاريا احسن كتير طبعا. بدنيا؟ بدنيا هم اقوى بمراحل. طب قولي لي لو قلت لك اللي احنا عايزين من حضرتك تقول لنا ازاي نوصل للمستوى ده؟ نوصل ازاي؟ لا نوصل ازاي، هم معظمهم محترفات بره. يعني انا يمكن جربت، انا سافرت خلصت جامعه في امريكا، جات لي منحه في امريكا. فساعتها دي كانت بالنسبه لي النقله اللي هي كانت عرفتني بقى باسكت. يعني ايه باسكت بجد؟ يعني ايه ان الباسكت محتاج لياقه عامله ازاي، التدريب عامل ازاي، كل حاجه عامله ازاي. فالاحتراف بيفرق جدا جدا معاهم. يعني انا كذا سنه بتوع امريكا بتوعي فرقوا معايا جدا في حياتي جدا. فلو هو ده السيستم بتاعهم الاحتراف بتاع اللعيبه الافارقه وبيجوا بعد كده على البطولات الافريقيه فده طبيعي جدا. كويس. طب دلوقتي بما انك انت قلتي احتراف في امريكا، عندنا نادين سلعوة، عندنا ميرال، عندنا ساره، عندنا كمان رنيم الجداوي، كلهم مش لعبات. عندنا نادين من النادي الاهلي لكن الباقيين من انديه مصر. قولي لي هل الطفره دي او هل الاربعه المحترفات دول هل يقدروا يحققوا الطفره اللي انت بتتكلمي عليها؟ طبعا لما يرجعوا للمنتخب اكيد اكيد هيفرقوا جدا لما يرجعوا لمنتخب مصر. مع العناصر اللي موجوده دلوقتي طبعا هيفرق جدا. طبعا طبعا. لان كمان اتحاد الباسكت دلوقتي بقى مهتم اكتر بان المنتخبات، يعني في منتخب 16 وفي منتخب 18 وفي درجه اولى، في منتخبات 3 على 3 وفي منتخب 3 على 3 رايحين افريقيا. فبقى منتخبات البنات يعني بقى في اكتر تجميعات استمراريه. بالظبط بالظبط. رايك الاحتكاك ده هيجيب النتيجه المرجوه؟ طبعا. طب هل لو طلعنا فرغنا اكتر بنات كمان يقدروا يسافروا وعندنا تيم 20 بنت اعتقد ان احنا هيبقى مستوانا يختلف تماما؟ طبعا طبعا. طب قولي لي الفرق، يعني ايه اللي بنكتسبه من الاحتراف الخارجي للبنات وتقول لهم ايه سافروا بره ليه عشان يكتسبوا ايه عشان يرجعوا لنا بيه؟ هو طبعا انا بقول لاي حد لازم ياخد التجربه دي احتراف الموضوع. طبعا كويس. طبعا يعني انا في الجامعه اول لما سافرت يمكن انا فاكره كويس جدا اول تمرين اتمرنته هناك كلمت مامتي بعد التمرين عيطت. قلت رغم ان انا جالي منحه، يعني المدربه شافتني، كان عندي بطولات مع المنتخب في كندا والمدربه بتاعه الجامعه شافتني فاختارتني، فهي بتخطئ يعني اختارتني. فانا سافرت كنت متخيله بقى ان انا مسافره هم عايزيني محترفه بقى حاجه يعني راح نجمة. ما لقيتش طبعا الكلام ده خالص. لقيت تمرين 3 أو 4 ساعات عادي جدا، وبعدين 4:30 الصبح تراك لسبعة 30 لفة تراك. أنا ما سمعتش الرقم ده في حياتي، يعني أنا قلت لحضرتك أنا لعبت ألعاب قوة ما عملتش الرقم ده. ما اتمرنتش 30 لفة تراك دي في حياتي لساعة، استحالة. طب بس والنبي عشان يعني أعرف حاجة لما قال لك 30 عملت لنفسك لا أنا 30 ده أنا جالي طبعا جالي انهيار عصبي بس ما عنديش حل، هجريهم لازم 30 هيجروا وجريتيهم الساعة 4:30 الصبح في درجة حرارة 10 تحت الصفر هيجريهم. احنا لازم نقول بس للجماهير ومشاهدي قناة الأهلي 30 لفة يعني 12 كيلو على الصبح. ده كده 4:30 الصبح. كويس. ونكمل كل يوم كل يوم خلص الساعة 7 تمرين 100 بطن 100 ظهر 100 ضغط. تمرين خلص الساعة 7 عندي 8 محاضرات. وهناك لازم تقديري ما ينزلش عن جيد لاني مش هعرف اشارك في الماتشات، يعني جي بي اي بتاعي لو نزل مش هعرف اشارك في الماتشات. لازم اذاكر لو نزل لو نزل فلازم احضر محاضراتي من 8 ل 4 الظهر. من 8 ل 4 الظهر حسب جدولي في المحاضرات لازم ادخل ساعتين جيم. في مدرب قاعد هناك في الجيم مستني كل حد حسب محاضراته. من 4 ل 7 بالليل تمرين الباسكت ملعب.
انت بتمارس 12 ساعه 7 بالليل 7 بالليل التمرين يخلص انا بكون خلاص 7 وربع لازم انام عشان 4 ونص في التراك 4 الفجر بالظبط. بصي تجربه كويسه وتجربه اكيد فيها طبعا. خبرات كويسه لكن تقولي ايه واحنا يعني بيقولي لازم الوقت بيجري بسرعه معاكي بصراحه الواحد لازم يقعد يتكلم معاكي كتير لكن تقولي لنشأت الاهلي النهارده والبنات اللي هي عايزه تخش الباسكت تقول لهم ايه تعالوا العبوا باسكت ليه وفي نفس الوقت تقولي ايه الناشئات الموجودين في النادي الاهلي؟ انا اقول لناشئات الاهلي انتوا في النادي الاهلي يعني انتوا لازم تعرفوا قيمه مع احترامي الكامل لجميع الانديه الثانيه ان انتوا لابسين فانيله النادي الاهلي دي حاجه جامده جدا ناس كتير جدا تتمناها ناس كتير جدا تتمنى ان هي تكون تلعب في النادي الاهلي وان هي تكون مكانكم فلازم انتوا تمسكوا في الموضوع ده لازم تعرفوا وانتوا رايحين الماتش يعني ايه انا بمثل النادي الاهلي واقول للناس اللي تلعب باسكت علشان روح جماعيه وعلشان هي لعبه بتعلم حاجات كتير جدا بس برضه في النادي الاهلي تفرق تفرق في النادي طبعا. الاهلي طب تقولي ايه لكل كباتن اصحابك كل لاعبات النادي الاهلي بكره في المباراه دور قبل النهائي ان شاء الله بكره مع الامل التونسي تقول لهم ايه توجه لهم رساله تقول لهم ايه على مباراه بكره اقول لهم البطوله ان شاء الله من بكره خلاص او من النهارده لازم يركزوا يعدوا بكره الاول ما يفكروش بعد كده يخلصوا بكره بس الاول وانا مسافره لهم بكره الصبح ان شاء الله مسافره خلاص بكره ان شاء الله رايحه لهم بكره ان شاء الله يفكروا في بكره الاول ويطلعوا احسن ما عندهم ان شاء الله وهم يعرفوا ان احنا النادي الاهلي بصرف النظر عن محترفات او غير محترفات حطينا صوره الكاس كاس بطوله عربيه ده ولا كاس بطوله افريقيه كاس بطوله ده كاس ده البطوله العربيه مع المنتخب فهم يعرفوا ان احنا النادي الاهلي والبطوله العربيه مش بعيده عننا خالص ان شاء الله يعني تقولي ايه ليلى بحبها جدا طبعا ويا رب اشوفها كابتن منتخب باسكت برضو طبعا لا ليه هاندبول ان شاء الله ان شاء الله اي حاجه يا رب. ان شاء الله يا رب. يا رب اخر كلمه وكلمه اخيره لجماهير النادي الاهلي عشان تروح مباراه بكره وتساند النادي الاهلي وتساند بنات النادي الاهلي في مباراه بكره ومباراه ان شاء الله باذن الله بس نعدي مباراه بكره وبعد كده نتكلم على المباراه اللي هي النهائيه باذن الله يا رب ان شاء الله اقول لهم لازم يروحوا يشجعوا الفرقه عشان البطوله العربيه دي بقى لها كتير ما جاتش النادي محتاجينهم يعملوا سبورت للبنات علشان ده اللي هيفرق جدا معاهم وهيعمل لهم روح وهيأثر على الفريق التاني وهيدينا احنا بوش جامده جدا. كابتن عليا شرفتينا ونورتينا. شرف ليا. ميرسي يا كابتن عليا جدا. ميرسي جدا. كان معانا كابتن عليا محمود وكلمنا على السله وتاريخها وكلمنا على البطوله العربيه كل امنياتنا الطيبه ان شاء الله باذن الله بكره مباراه مهمه النادي الاهلي لكره السله سيدات مع نادي الامل التونسي ان شاء الله باذن الله نتمنى التوفيق ونتمنى الفوز في مباراه بكره شكرا والى اللقاء. شكرا.